الله يسعد صباحكم يا رب، صباح الخير. هاي الساعة 11، احنا عند قصر منطقة اورليكسدال في مدينة ستوكهولم، وهنا عند هون احد البحيرات اللي بجانب القصر. اليوم جولة جديدة، مكان جديد، منطقة جديدة، سبحان الله العظيم. احنا هلا حوالين البحيرة وهلا بندخل على القصر. طبعا ارجاء القصر الخارجية مفتوحة، بس الداخلية حسب ما هو مكتوب بالويب سايت مغلق، بس الحمد لله نشكر الله انه المكان مفتوح، يعني بيقدر الواحد يدخل ويتفرج على ارجاء القصر. اتمنى للجميع يوم سعيد من مدينة ستوكهولم. يعني زي ما انتم شايفين الجو غائم، بس درجة الحرارة كتير حلوة، درجة الحرارة يعني 16-17 ورح توصل 18-20. فهلا احنا يعني وصلنا بالشارع. انا رحت على محطة بيرجيمز هامرا في مدينة ستوكهولم، وانا رفقت لكم بعض الصور. اشوف هون العالم بلشت تيجي، هي احد الكلاب من الشوب شوبان. يعني احنا هون بس توصل 20 الناس بتشوب. فالوصول للمنطقة بتركب الخط الأحمر موت موربي، محطة موربي، باتجاه محطة موربي. يعني حاول أول شيء بالبداية شوي أحكي لكم عن كيف الوصول إلى المنطقة، وبس توصل باتجاه موربي بتروح على محطة اسمها بيرمينغز هامرا، بتنزل في المحطة تقريبا بعيدة كيلو ونص مشي. يعني حاول استخدم جوجل شوي، لأنه في طرق، في بدك تمر بغابة، غابة لطيفة حلوة، يعني مش من الغابات اللي بتخوف. هاي القصر هون، احنا عند البوابة، وهنا بحيرة، وقولوا انه هي عند الناشونال بارك، يعني اقامت على الناشونال بارك. وهذا القصر من عام 1600. طمنونا، الصوت واضح والصورة واضحة. اول شيء لازم دائما نطمن لنضيع الوقت واحنا بنحكي، وبعدين تطلع الصورة مش واضحة او الصوت مو واضح. اخوان الكرام، نرجو التفاعل، بارك الله فيكم. يعني اعتبروا هاي من بوابات الثقافة، من بوابات التعلم، من بوابات انه انت تتعرف على بلد وعلى ثقافته وحضارته وكيف انبنت هاي القصور. هذا القصر مبني من عام 1600 في عهد كارل الخامس عشر. فطمنونا اذا الصوت واضح والصورة واضحة، وخلينا ندخل هلأ. بس خلينا نفرجيكم هاي الجهة من هون، وبعدها ندخل على القصر. اهلا اخوي سلمان، بارك الله فيك. يعني احنا بنحاول نشارككم الاشياء والاماكن المفيده جدا والثقافيه في البلد، لانه يعني ممكن كثير من الناس جاي وعايشه بالبلد هاي وما اجت ولا تعرفت على ثقافه البلد، وما عارفه قيمه البلد اللي عايشه فيها، ولا عارفه شيء عن ثقافتها، ولا شافت قصورها ولا متاحفها ولا الاماكن ولا جامعاتها ولا صناعاتها، عشانك مش حاسين بقيمه البلد او المكان الموجودين فيه. فاحنا عشان نحس بالاشياء وقيمتها ونشكر رب العالمين ونمتن، لازم نعرف هاي القيمة، لازم نعرف تاريخها، لازم نعرف بعض الاشياء اللي هي بتخلينا نشعر احنا موجودين في مكان مهم، مكان جميل، مكان يقصده الاف السواح. يعني الناس قاعدة تيجي من اليابان ومن كوريا ومن جميع الدول والمدارس، وبيجيبوا الطلاب بثقفوهم على هاي الاماكن عشان يعرفوهم. هذا هنا دور الانتماء بيصير، مش الانتماء بالقوة والسلاح والتهديد ورفع الأعلام والطابور الصباحي. الإعلام في لما تفرجي مواطنك انه عايش في بلد راقي، عايش في بلد انبنى له تاريخ، له قوة، في أشياء. هذا من 1600، يعني صار له مبني أكثر من 400 سنة المكان، وبعده محافظ عليه. بناء من 400 سنة وبعده محافظ عليه كما هو، وممكن أجمل. بقولوا أنه يعني تم يمكن تغيير الديزاين على مدار 1600 لـ 1900. فراح تشوف هنا أزهار وورود وأشجار، وهنا نقدر نتمشى كمان عند البحيرة. بس خلينا نفرجيكم شوية كمنظر عند المي، بعدين نرجع جوات القصر. قصر كبير كتير، والبحيرة حواليه كبيرة، والحمد لله انه فاتحين ارجاء المكان. الله يسعد صباحكم. والله يا اخي الكريم، احنا لا قصة ننتمي للسويد ولا ننتمي لمن، احنا عايشين في البلد هاي، وبما انه احنا عايشين في هاي البلد يعني كيف بدي اوصل لك اياها الفكرة. في بعض الناس
بفهم الاندماج غلط. يعني هسه مو حديثنا نتكلم عن موضوع الاندماج انه والله انا سويدي ولا انا عربي ولا انا. المسلم حيث وجد نفع، المؤمن حيث وجد نفع. فالمفروض انه احنا ناخذ الايجابيات الكويسه ونطورها ونستفيد منها ونترك السلبيات، مو نعطي صورة سلبية بغض النظر كان السويد ولا أمريكا، بأي بلد أنت عايش، في أي منطقة. ممكن أنا مثلا أردني عايش في العراق أو عايش في تركيا، أنا أوكي أنا المكان، أنا هذا المكان رب العالمين خلقه، بس أنا بحاول أني أكون مفيد فيه، أكون كالزرع مفيد، مش أكون سيء وسلبي وحط أفكار سلبية وأكره الناس في المجتمع اللي موجودين فيه. مدام المجتمع قاعد بعطيني وبكرمني وأنا ملتزم في قانون، ليش ما أحترمه؟ ليش نأخذ مفهوم خاطئ؟ هذا القصد بس، ما بدي أطيل بالموضوع كتير لأنه مش حوارنا هسا. إحنا قاعدين نحكي عن القصر، هذا مبني من عام 1600. هاي شوفوا لي هالبطاط ما أحلاهم، يسعد صباحكم، صباح الورد. إحنا في قصر أوريليكسدال سلوتسالين، إذا بتدخل على جوجل أكتب سلوتسالين ببين معك هون عند القصر. هلا احنا رح نتمشى شوي هيك بالارجاء، ما بعرفش اذا من هون بيقدر الواحد يمشي لانه الناس اكثرها مشيت من جهه اخرى. خلينا نروح على الاتجاه الثاني. فالمكان موجود جنبه بحيره كبيره وبنقدر نتمشى ممكن لساعات. هاي منطقه بيرمينغز هامره، يعني فيها حديقه جميله ورائعه جدا بالاضافه للقصر. فالمنطقه يعني بدك تحط بحسابك تحط لك ساعتين ثلاثه في المكان. مكان حلو، طبيعه جميله، عبادة التفكر كما ذكر الشيخ النابلسي هي من أرقى العبادات اللي بقوم فيها الإنسان، من أرقى العبادات. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عبادته المفضلة عبادة التفكر. فأنت لما تمشي بتقدر تضلك تسبح رب العالمين وتذكر رب العالمين، ومنها بنفس الوقت أنت قاعد بتحافظ على صحتك بالمشي وبتشوف إشي حلو بتزود بطاقتك الإيجابية وبتذكر رب العالمين وبتحافظ على صحتك وبتشوف إشي جديد، طاقة جديدة. هلا بنروح من اتجاه القصر بس نعملنا هيك جولة خفيفة بسيطة هون قريبة. يعني شوف ترتيب الأشجار والتنسيق كل مكان شكل. الواحد محتار وين يروح والله، صار الواحد نوعا ما في مشتت. بروح على اليمين بلاقي اليسار أحلى، بروح على اليسار سبحان الله. يعني الإنسان رب العالمين أنعم عليه بهالحواس عشان يتذوق الجمال، مش يتذوق الأشياء الغير جميلة. للأسف في كتير بعض الناس بيستخدموا الحواس لأذى، للأذى، تلاقيه يحاول يتجسس ويغتاب. لكن هاي الحواس رب العالمين أنعمها علينا عشان نحس هالجمال اللي حولنا. شوف لي هالجمال، شوف هالمناظر، عشان لما تشوف تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله في بط، هاي البلاد سبحان الله فيها بط وفيها كثير طيور اشكال والوان. وهي صوت العصافير سبحان الله، يعني طول الوقت انت في حواليك موسيقى طبيعيه، موسيقى الهيه، سبحانك يا رب. فهاي الحديقه او هذا القصر يا اخوان الكرام يعني بقع في مدينه ستوكهولم. للي متابعين الجداد اهلا وسهلا فيكم. احنا على تقدروا تقولوا في هنا باص رقمه اكنه 533، راح انزلكم رقم الباص اذا بتحب تيجي بالباص. بس بالبدايه بدك تيجي على منطقه اسمها بيرمينغز هامره. المنطقه بتجيها عن طريق القطار، قطار موت موربي باتجاه موربي. راح ارفق لكم التعليمات هاي. فالمنطقه مو بعيده كتير عن سنتر العاصمه، بس بدك تمشي لك كيلو ونص من المحطة إذا ما جيتش بالباص. الروائح سبحان الله، يعني لو كيف بدي أحكيكم سبحان الله، النظر إشي والسمع إشي. يعني أنت هنا بتشغل أكثر حواسك، يعني بتقدر تلمس، تمسك هالوردة هاي هيك تفرج عليها هيك سبحان الله، شوف هالجمال. اللمس والصوت، السماع، قاعد تسمع صوت الطيور والرائحة، رائحة الورود سبحان الله. يعني انت لو جولة صباحية هيك، لو دوامك متأخر زي امبارح كان دوامي مثلا الساعة 3، تيجي تطلع لك جولة هيك ساعة ساعتين الصبح، فعلا بتروح على شغلك وانت مرتاح.
بزيل التوتر عنك، بتشوف إشي جديد، بتشوف أماكن حلوة، تعرف في البلد اللي أنت عايش فيها شو موجود، مش عايش زي الأطرش والأعمى زي ما بيحكوا. فحلو الواحد يكون عنده إدراك ووعي للبلد اللي بدي روحها وعيش فيها. شوف يعني تشوف هاي الشغلات، هاي أشكال وألوان. يعني مرات أنا بقول يا الله أنا كنت مثلا عايش في السعودية وعايش في الإمارات وعايش في رومانيا، في أماكن كتير راحت علي ما رحتها. فمرات الإنسان بشعر بالندم، بقول يا الله طب أنا كنت جنب مكة، طب أنا كنت جنب جدة، كنت جنب المدينة. شوف يعني المكان، مكان أكتر من رائع. هلا بتشوف الناس واللي بيلعبوا واللي هذا، هيك كمان المكان مسكر يعني يعتبر، طلع مكان كبير ورائع وجميل جدا، تلاقي الأطفال والعائلات. يعني حلو تجيب عائلتك هون يعني كمشوار. هلا الناس قاعدة بتتساءل وين أروح بالصيف، هاي من أحد البدائل. يعني أنا بحاول قاعد أوجد أماكن بالذات تشمل العائلات والأطفال والشباب كمان. يعني أنا كشاب بس مثلا بدون أطفالي بالمدرسة، أو في بنتي بتروح على النشاطات المدرسية، الأولاد اللي بيشتغلوا صيفي، فبتقدر الفترة الصباحية تطلع، أو إذا يجوا العصرية تأخذهم. هاي العالم كلها بتلعب هون، بيلعبوا كرة قدم، شيء حلو كتير. شاركونا من وين بتتابعونا اخواني الكرام، الله يسعد صباحكم. يعني انا بتابع لصفحات ناس سواح بيجوا على السويد او بيجوا على دول مختلفة، بلاقي في اماكن كتيرة ما بغطوها. يعني هم بغطوا المربع او الدائرة هاي الحول وسط العاصمة، لكن الضواحي والاماكن نوعا ما البعيدة نادرا ما الاقي واحد من السواح انه جاي على هاي المناطق. فدائما سبحان الله يعني السواح بيكونوا مقيدين في يومين ثلاثة. يعني دائما التقارير السياحية اذا بدك تاخذها عن بلد انت راح تاخذها ناقصة. فكمدينة زي ستوكهولم انا بقول لك يمكن اقل 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 حد بدك 10 ايام فيها. هذا اذا انت طول النهار من الصبح لليل شغال بتطلع اماكن. ففي ناس عايشين في ستوكهولم بقول لك مش عارف وين اروح. طبعا انت مش عارف لانك لا تبحث ولا بتدور، زي اللي مش عارف يدرس، لانك ما بتفتح الكتاب، ما بتبحث، ما بتدور، ما بتتعب، ما بتتحمل مسؤولية نفسك. فيعني انا زيكم، يعني انا برضو ببحث بدور، يعني الشغلة بدها تعب. اللي بده يكون السعادة مهارة، مش والله عطية. انا بدي اعطيك السعادة اللي عندك عطية، اقول لك والله انا اليوم بدي اخليك سعيد. السعادة مهارة، انا ممكن اعلمك تقنيات. شوف الأطفال كيف بيلعبوا هون، مبسوطين وكيفين. فالسعادة مهارة. شوف الأولاد بيلعبوا هون، المدارس بيجيبوهم هون، بيعرفوهم على حضارتهم، بيعرفوهم على تاريخهم، بيقولوا لهم إنه هاي الأشياء كانت، إحنا هاي قوة بلدنا. يعني هيك بيغرسوا المفاهيم. إحنا مرة بالأردن أخذت الطلاب على المراكز المهنية عشان نعلمهم شو المهنة اللي يختاروها. المدير فضحني، خسرت المدرسة، كسرت الميزانية، صورت الورق، فضحني. فللأسف ما عندنا زي ما تقولوا زي هيك رحلات للأطفال والمدارس على الأماكن التراثية تبعت البلد. نأخذ الأطفال على جرش، على عجلون، على بطرة، على قلاع، على معركة اليرموك. هي هي شنا في صوت هالمي ما أحلى سبحان الله. وهالبطتين هيك بالمي، يعني تيجي تقعد هون بس هيك وتجيب لك فنجان قهوة. في هون مقهى بعرفه، مطعم، وتشوف هالطلاب وهالعالم والله نفسيتك تتغير. هاي اللي صار ينطنا كل شيء. خلينا نتمشى هون شوي نشوف في هيك المكان. الحمد لله انه المكان مفتوح، الحمد لله وصلنا هون. يعني الواحد مرات بحب يقطع مسافة، هو حاطين المكان مغلق يعني من الداخل وليس من الحدائق. في برضو القصر الملكي انا مرة غطيت عنه زمان، اكثر من مرة رحت. فممكن نعملكم كمان رحلة، يمكن في ناس ما تابعونا بالاول.
دروتنينغس هولم، قصر الملكي. طبعا في عدة قصور بالسويد لملك السويد. القصر اللي موجود في وسط العاصمة هذا زمان كان، يعني هذا يعتبر هسه كله في غرف، فيجي 500 غرفة، لكنه مش مكان إقامة الملك، وفي متاحف كثيرة. أسعد صباحك يا رب. يعني لما تصبح يومك هيك في منظر هالنوافير ومنظر هالجمال، سبحان الله العظيم. حبيبي جورج أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكل المتابعين جداد والقدامى، أخواني اللي بتابعوني برضو على اليوتيوب. يعني نحاول إحنا نعطي ستوكهولم حقها من الأماكن، ونحاول إنه نجمع لكم أهم الأماكن حيث انه انتم تستفيدوا منها ان شاء الله. يكون ادعوا اسالنا نسالكم الدعاء انه لما تيجوا هاي الاماكن يعني اذكرونا بالخير، بس انه يعني زي ما حكيت لكم الانسان لازم يكون حريص على اسعاد الاخرين، هذا اذا كان هو يؤمن بالله، لانه المؤمن زي ما يقول القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن دائما زي ما حكيت لكم بحرص على نفع الآخرين، خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أكملهم أخلاقا. يعني في حديث والله أعلم، يعني أنا بذكر لكم، يعني أنا مش عالم دين، ولكن دائما بحاول أخذ من الدين الأشياء اللي بتفيدنا في الحياة العملية، اللي بتخلي سلوكنا حلو، اللي بتخلينا نستمتع في هالطبيعة وهالجمال، وهذا الطبيعة والجمال من رب العالمين. طبعا الشعب السويدي لعب دور في انه هو نظمها ورتبها وحافظ عليها. لكن في كتير ناس مش عايشين الشعور هاد، كتير ناس، يعني بقابل كتير ناس عايشين في البلد هاي دائما على طرف لسانهم كلمة الاكتئاب، لانه هم ما شافوا هاي الاماكن، ممكن ما طلعوا أو حاصرين تفكيرهم في مشكلة سكن، مشكلة طفل، مشكلة السوسيال، مشكلة العمل، مقارنة، للأسف مقارنة جارة بجارتها، أخت بأختها، صاحبة بصاحبيتها إلى آخره. كل التقدير والحضور يا حبيبي أخوي جورج. فأخي الكريم اعتبر وجودك معنا ثقافي، تسلية، ترويحي، يعني هو مجهود شخصي، فهمت كيف؟ يعني أنا ما بقول لك عندي والله أنا تاجر في السويد، في ناس بعض الأحيان بتبرر سني بدي عقود عمل وبدي بصر إيش، بفكرني عشان بعمل هاي الفيديوهات إنه والله إنه يعني أنا والله عندي شركات ولا عندي شيء. أنا إنسان عادي بشتغل في مجال تنظيف القطارات الحمد لله، وصار لي 13 سنة بالسويد، فيعني هاي زي ما تقول موهبة من هالمواهب الموجودة عندي، من التخطيط والرسم والأشياء الأخرى اللي تعلمتها منذ الصغر. فهاي برضو موهبة إني بحب أنا أكتشف، بحب أتعرف على أماكن، بحب وأنا ماشي أسمع دروس، أناشيد، محاضرات وأنا بالطريق، وأتأمل الكون وأسبح رب العالمين وأستمتع في وجود هاي الأماكن، أكتشف إشي جديد في يومي، ما يكون اليوم يوم عبارة عن روتين. لأنه إحنا في الزمن هذا إذا ما بنحرص يومياً على تزويد الطاقة احنا بننهار، بصير معنا احباط، بصير معنا اكتئاب، اذا احنا لانه الناس للأسف اكثرهم المحيطين فينا سلبيين. يعني مين ما تقابله الاغلب الناس بقول لك يا بشكو من سكن، يا بشكو من زوجة، يا بشكو من طفل. فاذا انت ما حرصت على خلق وايجاد بيئة جميلة انت راح تتعب في حياتك، راح تتعب مهما تكون قوي وتقول لا والله معلش بعيش بين السلبيين، راح تتعب. شوف الناس هون كلها بتطلع بالطبيعة، الطبيعة مصدر من مصادر الطاقة. يعني الواحد والله محتار وين يروح، أروح على اليسار ولا أروح على اليمين، كله حلو. فالمكان كتير حلو وكتير كبير وكتير رائع. يعني هون كأنه الأماكن هاي مغلقة، إن شاء الله تفتح وتفك أزمة كورونا، وبعدين نفرجيكم القصر لسه من جوا، يعني قديه هو رائع من برا لكن من جوا لسه كمان أحلى حسب الصور اللي شفتها المكان من جوا مذهل القصر.
الله يسعد صباحك أخت أماني، جورج، نضال، أهلا وسهلا فيكم جميعا. تشوف المدارس، بتشوف الطلاب، بتشوف الكبار بالسن، بتشوف الصغار، يعني بتشوف الحياة. هذا هو الحياة، يعني مش الحياة بس هي عبارة عن العمل أو وجودك في البيت أو وجودك في محطة قطار. الحياة متعددة الجوانب، لأنه في ناس حاصرين فكرهم خلاص، عايش هو في دائرة معينة، ممكن هو في منطقة ساكن، على سبيل المثال لو قلنا في منطقة ألبي في مدينة ستوكهولم، حياته كلها بالسويد، هو عايش في ألبي بس، ما بتحرك من المنطقة، ما بغادرها، فهو نقطة تفكيره ونقطة تركيزه على المنطقة اللي عايش فيها بس، عشان هيك هو شايف السويد المنطقة اللي عايش فيها، فمو شايف كل السويد، مو حاسس بكل السويد، مو مدرك بكل الأماكن اللي هو متحرك فيها. زي اللي معه قلنا مليون ولا 10 مليون وبستخدم منهم في فلوس زي ما بحكوا. فإذا ما الإنسان فينا أحاط وعلم هاي الأشياء اللي حواليه، ما رح يشعر في النعمة اللي هو فيها، ما رح يشعر في النعمة. فهي هي يعني نحاول نوصلكم فكرة هاي عبادة التأمل. ادخلوا وحطوا على الدكتور النابلسي، حكى عن الموضوع هاي، عن عبادة التأمل من أعظم العبادات. يعني أنت مشيك لما تتفرج على هالأشجار هاي، تطلع كيف منظرها، سبحان الله كيف جاي، تقول مرسومة رسم، يعني سبحان الله كيف تشكلت هاي، كيف التوت، كيف يجوا الشجرتين هدول على بعض قبال بعض، سبحان الله، يعني ما بتعرف كيف. طلع كيف هالمناظر هاي، سبحانك يا رب. أقول كل منطقة فيها مليون مدخل ومليون مخرج، هاي بدها يوم طلعت. يعني أنا قد إيش صار اللي عايش بالسويد، صار لي 13 سنة، كم مرة قلت بدي أجي عليها وأغلط، حتى مرة رحت غلطت بالعنوان، كنت زمان مو شاطر كثير في جوجل والقصص هاي، فسلكت طريق مختلفة وبعدين أجلت ياما أشياء بالحياة من ظن نأجلها، وصار لي سنين بقول هاي القلعة بدي أجيها أو هذا القصر بدي أجي، وسبحان الله اليوم هنيك وأنا بدور على الأماكن طلع لي نفس المكان، قلت والله لا أجي، مغلق مش مغلق جاي، فأجيت سبحان الله. فأحيانا حنا بنكون بدنا نطلع، بدنا نروح، بدنا إشي، منظلنا نأجل، من أجل سعادتنا، من أجل موعد طبيبنا، من أجل تربية أولادنا، من أجل أشياء كثيرة، من أجل سعادتنا. مكان كتير كتير كبير وكتير حلو. ان شاء الله الصوت والصورة واضحين اخواني الكرام. احنا بنحاول نضيف شوية تعليق هيك عشان نسليكم، ما تملوا وانتوا تتفرجوا، لانه ممكن زي ما بحكي لكم انتوا تتفرجوا على الصورة، انا عايش الواقع، فنحاول نقربكم على الواقع اللي انا عايشه. يعني الكاميرا مهما تكون دقيقة ما رح تعبر عن وجودك في المكان. فاخواني العايشين بالسويد يعني او اللي بيجوا ينوي يجوا سياحه على البلد، هاي لازم تكون من احد الوجهات في السويد. طبعا هاي هون في بقول لك في كافيه وفي قعده وفي قصص، فالمكان كتير كتير كبير مترامي الاطراف. يعني احنا لسه ما رحناش قبال القلعه اللي شفتوها انتو. نحاول نتمشى هون شوي او نرجع بعدين نيجي لهون، بعدين أنا باجي لوحدي هاي الأماكن، لأنه هاي الأماكن أطراف الحديقة تبعتها كبيرة. نحاول نجيكم قبال القصر مباشرة. إن شاء الله الصوت واضح والصورة واضحة إخوان الكرام. إن شاء الله بعد ما نخلص، يعني تعرفوا إحنا الفيديوهات أكثرها بننزلها على اليوتيوب، كنت أفضل إني أنا أصور فيديو، بس بحب إني أتواصل مع أصدقائي في صفحة عرب السويد، عشان يعني إذا في بصير بيناتنا حوار، بصير بيناتنا أسئلة، حدا زار المكان يحكي لنا شو الأشياء اللي لقاها حلوة بهذا المكان، يعني يصير في تفاعل، فبلاقي إنه تكون أحلى تفاعل أحلى. يعني المباشر في شغلة حلوة إنه بتقدر تتواصل مع الجمهور مباشرة، بس للأسف كثير من الجمهور يعني تع
تعليقاتهم بسيطة وليست داخلة في ضمن الموضوع، يعني أكثرها شكرا عفوا، يعني ما في زي ما تقولوا نقاش هيك، إثراء النقاش، يعني نحكي هيك بتوسع وتفكير أكثر عن هالأماكن الجميلة. شو بتأثر على النفسية، على الروح؟ شو بتأثر على روحك هالجمال الكوني؟ شو بذكرك؟ بذكرك بالجنة، بذكرك بيوم القيامة، بذكرك إنه الدنيا ونعيمها هذا اللي إحنا شايفينه، اللي هو إحنا نتقاتل عليه ومنتقاتل على المصاري ومنتقاتل ومنفكر إنه هي سبب السعادة. ولو كان سبب السعادة الرئيسي المصاري كان قارون أسعد الناس، لكنه ما كانت هي سبب من الأسباب السعادة. فنضيع 60-70 سنة عشان نخسر جنة عرضها السماوات والأرض. فعشان هيك احنا لازم نحترم الناس ولازم نحب الناس، مش عشان بس الناس، عشان احنا رب العالمين، عشان رب الناس، رب الناس هو الأمر. عشان كمان احنا نحظى في الدخول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فزي ما احكي لكم، يعني وين ما تروح طبيعة، وين ما تروح جمال، وين ما تروح ناس، يعني مش عارف بدي الف هيك الف داير ما يدور، يعني تحتار فعلا، تحتار يعني خايف ممكن تيجي انت وزوجتك تتهاوشوا على اي طريق راح تسلكوا، يمكن تقول لك هنروح يمين، تقول لك هنروح يسار. فالمشكلة انه تفرعات كتيرة، المكان فيه تفرعات كتيرة، فبتحتار وين تروح. شوف له الشجر هذا كيف منسق وكيف منظم وشو نوعه هذا الشجر، سبحانك يا رب. يعني اتوقع هذا بطلع زهور مو طبيعية، هذا على اتجاه القصر مباشرة. الصوت واضح والصورة واضحة اخواني الكرام. اخي مرات بشعر المتابعين عندي نايمين، ما بلاقيهم، فيش حركة. شوف هذاك هناك عاملين لك كوخ هيك، قاعدة رومانسية، يعني حلو المكان للتصوير. الصوت واضح، الصورة واضحة إخوان الكرام، معلش يا حبايبي، لأنه هذا بيأثر على تنزيل الفيديو في اليوتيوب، بطلع الصورة مش واضحة، فرجاء تخبرونا وتطمنونا. يعني تفاعلكم معنا بهم، يعني بهم، بفيد الآخرين، بفيد الناس اللي بتتحرك. في ناس كثير عايشة ومش عارفة وين تروح وين تيجي، وعندهم إجازة صيفية، أولادهم عطلين هلأ مش عارفين وين يخدوهم. فتفاعلك معنا بنشط الصفحة وبنشط الفيديو، ويعني مشكور. شكرا أخوي أحمد، شكرا فرح، شكرا لكم جميعا. يعني الواحد فعلا أخي نفسيا بس يشوف طلاب المدارس بتذكر هيك أيام طفولته، سبحان الله كيف الأطفال اللي قاعدين ورا واللي شايلين شناتيهم، طلعوا كيف هدول الأطفال، طلعوا هدول المجموعة كيف، يعني في أطفال بتضلها دائما ورا، وأطفال هيك بتلاقيهم بيحكوا مع بعض، وطفل بتلاقيه لحاله، يعني هاي زي هذيك الطفلة هذيك بتلعب بأصابعها، والولاد مع بعض وبنات، يعني سبحان الله. حلو حلو الواحد يجي يتفرج، يعني بس أنت مش ما بتتفرج بس على القصر، أنت قاعد تتفرج على حياة اجتماعية حواليك. شوف هالشجرة هاي، سبحانك يا رب. ده افرجيكم هالشجره كيف شكلها. اول شيء خلينا نفرجيكم هذا المنظر هون، بعدين نروح لاتجاه افرجيكم هالشجره، وبعدين نروح اتجاه القصر. اللي عنده سؤال، حاب يضيف اشي، حاب يحكي اشي، شو زرتوا مناطق انتوا، اذا انتوا موجودين بالسويد احكوا لنا شو بتزوروا مناطق، شو في عندكم اماكن، قدموا لنا اقتراحات كمان، يعني ساعدونا، يعني مش انه عشان الواحد صاحب الصفحه يعني انه بفهم كل شيء او بيعرف كل شيء. انا زي زيكم بدخل على جوجل، بدخل على فيزيت ستوكهولم، بدخل على مواقع معينه. شوف هالشجره كيف، سبحان الله التعرجات، يعني هاي والله اعلم ممكن من وقت ما بنوا القصر من عام 1600، سبحان الله العظيم. يعني القصر صار له 400 سنه، 420 سنه من عهد كارل الخامس عشر. شوف هذيك الصخرة هناك المرتفعة كيف الأولاد كلهم طلعوا عليها، يروحوا ينطوا. فرجيكم نقرب لكم إياهم للأولاد كيف يلعبوا. حلوة الرحلات المدرسية، يعني أكثر شيء الواحد فينا بينه وبينكم بتذكر
في طفولته الرحلات المدرسية، وبتذكر الأساتذة اللي كانوا يضربوه، بتذكر برضو الأساتذة اللي كانوا يحبوه، بس ممكن مو كثار يعني، أكثر شيء بتذكر الضرب الواحد والعصي والشغلات هاي. فبتذكر الرحلات يعني، كانت فيه فعلا الرحلات المدرسية من أجمل الأشياء اللي كنا نقضيها وإحنا صغار. شو صارنا؟ صارنا نص ساعة. والله يا إخواني الكرام أنا حاسب الوقت، يعني اللي عنده وقت كتير ومو عارف شو يعمل، والله هذا المكان يمكن بقولكم يقضي فيه يوم كامل. يعني أنا صار لي نص ساعة من وقت ما دخلت، يعني لساتني بعتبر ما فرجيتكم إشي، يعني لسه ما عملنا الجولة اللي يعني اللي على كيف كيفك. هذا لسه أنت برا، يعني إذا كان القصر مفتوح من جوا أنا بقول لك بدك يوم. يعني إذا أنت مخطط تزور مدينة ستوكهولم، هذا طبعا إن شاء الله ممكن يفتح في أي وقت، بدك تظلك تتابع الموقع. فبدك يوم. معادلة الشهادات بالسويد مثل الطب العام. والله يا أخي الكريم هي الموضوع أكثر في فيديوهات، يعني في إخوان بارك الله فيهم عاملين فيديوهات على الموضوع هذا. يعني الموضوع مش أنا والله ما بفهم فيه كثير، يعني أنا عملت معادلة شهاداتي، بس إنه هو عبارة عن رحت على مكتب العمل وفرجيتهم شهاداتي، إجوا هم صدقوا عليها وختموها وعطوني عنوان الخاص في تصديق في معادلة الشهادات، وأرسلت شهاداتي إلهم وانتصرت 6 شهور، وبعدين بعتوا لي إنه شهاداتك تطابق المعايير السويدية. بس بعديها في مرحلة تانية اللي هو تطلع هوية في مجال بسموه تصريح، فالتصريح ما وافقوا عليه، يعني وافقوا على معادلة الشهادات لكن ما وافقوا على التصريح. فهي خطوات بسيطة جدا يعني، وفي فيديوهات نازلة على الموضوع. فأنا أنصحك تدخل على جوجل أو على اليوتيوب وتكتب معادلة الشهادة في السويد، راح تلاقي أكثر من صديق وأكثر من شاب في السويد عاملين يوتيوبهات على الموضوع هذا. يعني سهلة مو صعبة كتير، بس إن شاء الله بس تكون هون. هنروح نتجه هسا نتمشى مقابل القصر. شو الورد هذا؟ شو اسم الورد هذا يا جماعة الخير؟ احنا بعدنا مكبرين الصورة نصغرها صح. والله انا بحب النوافير، بحب المي، الاماكن اللي فيها مي فيها راحة نفسية، الهواء اللي بيجي جنب المي وانت قاعد بالاضافة الى منظر المي سبحان الله يعني. وكتير كتير حلو لما تكون الدنيا هيك فيها شوية حرارة، تقعد قبال النافورة بيجيك هواء مع هيك شوية رشقات مي، اشي حلو يعني، قاعدة رومانسية مع كاسة قهوة. هاي هناك في مقهى شكله فاتح برا، نروح نشوفه هسا. لازم نجيب لنا فنجان قهوة مرتب، بس أنا منظر الشجر هذا كتير عجبني، يعني سبحان الله كيف تنسيقه وكيف كل شيء علم، كل شيء مهارة. يعني أنا وهسا يعطوني هون الشجر ويقولوا لي صبط أعمل، ما بعرف إيش، خبرة بدها خبرة. وعشان هيك بحكي لكم كمان، عشان أنت تكون سعيد بدك خبرة، بدك تعرف مع مين تقعد، مع مين تأكل، شو تأكل، كيف تحكي، شو تلبس، كيف تعتني بنفسك. السعادة مهارة، السعادة مهارة. فالإنسان التعيس يعرف أنه مش متقن مهارة السعادة في الحياة، حتى لو كان فقير في فقراء وسعداء بيعرفوا كيف هم. يعني امبارح بتفرج على برنامج دروب في تشيلي اسمها تشيلي، كيف أنه في ناس عايشة على يعني مسافة الآلاف الكيلومترات في تشيلي في أقصى جنوب كرة الأرضية، وعايشين بين الغابات وعايشين وبصيدوا سمك ومستمتعين وعايش. بقول لك يعني أول ناس، أول مرة بشوف ناس يعني ما في حدا بيجي المناطق هذيك. فهي السعادة زي ما حكيت لكم مهارة. في ناس بتفنن لما يسوي لقمة الأكل، في ناس بتفنن لما يحكي، في ناس بتفنن لما يلبس، في ناس بتفنن لما يحضر، لما يستخدم عيونه، لما يسمع، وفي ناس حاط عينيه وذينيه ولا بصر ايش لا زي ما تقولوا للرايحه والجاي،
عشان هيك بتلقى وبدخل على ذهنه وأفكاره أشياء بتخليه زعلان وتعبان، حوادث وقتل ورقص وأغاني وفجور وبصر إيش، وبدخل في عقله وبطل عقله يجمع، بصير في خربطة. نعم، إذا أخذت إقامة تتعلم لغة، بس هلا صارت تطول الإجراءات هاي، مو زي زمان. زمان حتى كان الواحد أثناء فترة الانتظار يتعلم لغة، حتى هسا بتقدر في إشي اسمه سبروك كافيه، تقدر تروح تتعلم لغة فيه، يعني بتروح على أي مكتبة أي مكان أي كنيسة في إشي اسمه سبروك كافيه، فبتقدر تتعلم فيه لغة حتى تأخذ الإقامة. وبعد الإقامة بتضلك تقدر ممكن تستفيد على سبروك كافيه اللي هي تبعت اللي يعني اللغة القهوة يعني زي هيك بحكوها، تقدر تتعلم منها أكثر يمكن من المدرسة، لأن المدرسة عادة بتعلمك بطريقة يعني إنه أنت زي طالب وتلميذ وكتاب ودفتر، ممكن ما تعجبك وما ترتاح إلها، مش زي المحادثة. ففي في بدائل، في اليوتيوب عندك بديل، في الكومبس سفيرفي صديق، في في بدائل كتيرة، في الجريدة، في مواقع سفنس اس في تي بلاي بعلمك كيف تسمع وتشوف برامج وثائقية، في أشياء كتيرة. شوف هنا كيف الأطفال بيلعبوا، هذول الكبار شوي عندهم لعبات هيك يلعبوا. اللي برقص واللي بيلعب واللي يعني مستمتعين نوعا ما في حياتهم. شوفوا كيف اللي بشجع واللي بيلعب واللي بتفرج. ما بعرف الصورة إن شاء الله تكون واضحة. الطالبات شافوني بصور، في منهم كانوا يرقصوا بطلوا يرقصوا، وقفوا انصدموا. يعني بنحاول بعد أحيانا ما نتعدى برضو على الناس. شوفوا هون هسا مفرجيكم هاي اللي بتسقي الماء التوماتيك، هاي زي المكنسة اللي بتمشي على التوماتيك. هون البحيرة هسا كمان جنب القصر. قصر أورليكسدال في مدينة ستوكهولم، مبني عام 1600 في عهد كارل جوستاف الخامس عشر. وبعدين مش عارف اجت أميرة اسمها فيكتوريا كمان عملت شغلات في البحيرة هاي اللي جانبها، عملت حديقة، وهاي الحديقة اللي هون جنب البحيرة. وزي ما انتم شايفين المكان كله عبارة عن حديقة، بس الصورة شوي ممكن معتمة عشان في غيوم وحسب المكان. فالمكان من جوا مذهل جدا، ان شاء الله بيجينا يوم بنفرجيكم اياه من جوا. يعني هاي فرجيناكم شوية شغلات هيك نبذة من برا، بظل انه نفرجيكم اياه من جوا، او واحد فيكم يجي يصور لنا او يبعث لنا فيديو وان شاء الله بننزله عندنا بصفحتنا. يعني احنا كمان اخوان الكرام، يعني اي حدا عنده فيديوهات وإشي بحبه ينزلها عندنا في جولاته في اماكن سياحية، يعني احنا بنرحب. يعني مش عندنا مبدأ الاحتكار انه والله عشان صفحة عربي السويد انه بس لصاحبها، ولا يعني احنا بدنا نعرف الناس في الاماكن الحلوة، الاماكن المرتبة، الاماكن اللي بتعطيه قيمة، بتعطيه جمال، بتعطيه حب، بتعطيه ابتسامة ليومه. شوف لي هالورود وهالمكان، سبحان الله. شوف يعني هون بين البساتين هاي، هاي انعرقت والله. يا الله شوف لي هالوردات. خلينا نوقف لنا شوي هيك نريح على الخفيف، نتفرج على هالورود ونتأمل. حدائق حدائق، شوف لي هالشجر هاي، سبحان الله بنص الحديقة جاي. هنصبح عليكم، الله يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير، صباح الورد. هاي هون دخلنا احد الحدائق في المكان، في حديقة او في قصر أورليكسدال في مدينة ستوكهولم. القصر مبني قبل تقريبا اكثر من 400 سنة. يعني حدائق ما بقول لك، تحتار انت وين تروح وين تتجه، داير ما يدور في حواليك اماكن جميلة. فبحكي لكم
قبل ما تيجي انت وزوجتك بتنبه عليها بتقولها ترى في شوارع كتيرة وفي طرق كتيرة، فخلينا نتفق حسب الاحساس، حسب الاحساس دانك وين بتزن بتروح على هاي الجهة، قول لها مرة اليك ومرة الي. فالمكان زي ما حكيت لكم يا اخوان الكرام في تنوع كثير، في طرق كثيرة وفي بحيرة جنبه كبيرة جدا رائعة جميلة جدا، وفي مناظر وفي كافتيريا وفي اشياء كثيرة. طبعا هذا غير الدخول الى الداخل، يعني هلا هون المقابل في بحيرة، يعني هسا طلعنا على بحيرة، هلا بدنا نفرجيكم البحيرة بالاتجاه المقابل. فالمكان واسع وجميل، يعني عبارة عن حديقة مفتوحة وفيها قصر وفيها بحيرة. وشوف لي هالورود هون، كل ورد نوع شكل سبحان الله، الأبيض والأصفر والأخضر. شوف لي هون كيف هالورود هاي، هذا شو هذا ما شاء الله، برضو في حشرات كتير يعني لك تدير بالك. فرجيكم الأبيض، فتقدر تيجي تتذوق هالطبيعة وهالجمال، يعني واحد والله حاب يتعرف على أسماء هاي الورود وأنواعها، يعني يصير الإنسان شوية هيك عنده ثقافة، ثقافة الورود، ثقافة الطبيعة، ثقافة التأمل. سبحان الله شوف النحل في كل مكان، شوف يعني هون كيف سبحان الله كيف رب العالمين دور هالكائنات الأخرى في الطبيعة، كيف إلها دور كبير في 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 هالإبداع في هالكون. سبحان الله يعني كل إشي رب العالمين ما خلقه عبث، كل إشي له دور في هالكون. بس احنا نوعا ما البشر نظلنا نشكي لانه في عنا جهل، في عنا جهل. لو بنعرف شو دور الذبابة في الحياة نعرف، بنعرف قيمتها، بس احنا ناظرين للجانب السلبي تبع الذبابة او تبع الحشرة او تبع النحلة. فاذا الشغلة اعطتنا اشي منيح زي النحل مثلا ممكن تعطينا عسل، بنقول والله النحل كويس، بس ما بنعرف شو دور النمل في 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 التربة وفي الزراعة وفي أشياء كثيرة. اسأل المزارع ممكن بعطيك شو دور النمل ووجوده وهميته. شايفين هون المحايرة مقابل للقصر، يعني إذا دخلنا القصر من جوا رح يكون إطلالة أكثر من رائعة على البحيرة، يعني عاملين القصر مقابل البحيرة، شيء جميل جدا. وبتقدر تظلك ماشي على امتداد البحيرة، يعني هي نظام القصر هذا قريب من قصر الملكي في دروتنينغز هولم، نفس تقريبا النظام. هذاك واقع بحيرة وهون واقع بحيرة، وبحيرة كبيرة ضخمة جميلة جدا، يعني على امتداد البصر بحيرات وجزر. بسم الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ان شاء الله ربنا يجعلنا من اهل الجنة يا الله، يا رب يا كريم. هاي القصر منظره من هون من عند البحيرة، يعني من الغرف تكون قاعد بتشوف البحيرة امامك. منطقة كثير كثير رائعة وبدها وقت، بدها يعني اللي بدي يلف حوالين داير ما يدور البحيرة بده وقت طويل، بس يعني مكان ممتع وجميل جدا. بس بدك حدا يحب المشي ويحب الطبيعة، يعني في ناس بس يمشي شوي بصير يتأفأف وكذا، وطبيعة سبحان الله احنا البشر طبائع. في ناس لو تحطك طول النهار يمشي بمشي، يعني انا كان يعني اجى عندي خالي من النمسا، كنا نطلع نمشي برمضان زي هيك نطلع يوم كامل، فما كان يعني عمره بالسبعين، فكان يعني طاقة ممكن أنا أمشي مع ابني اللي عمره 16 سنة أو 17 وقرب يصير 18 سنة، ما تشعر عنده هالحماس وهالطاقة وهالرؤية للطبيعة والتأمل كل كبيرة وصغيرة زي واحد عمره يمكن 70 و 80 سنة. فهي سبحان الله إحنا البشر طبائع مختلفين. في ناس خدوا على متحف يقول لك مشان الله ما بقدر، ما تدخلني ما بحب. ناس هوايتها بس ألعاب بلاي ستيشن ومدن ألعاب أو سينمات أو متاع. فكل حدا سبحان الله احنا البشر مختلفين، وهو يعني الاختلاف هذا في الكون اشي حلو،
يعني نوعا ما بنكمل بعض في أشياء أخرى. بس لما تكون مع زوجتك أو شريكك مختلف كتير كتير، ممكن إذا ما في تنازلات هون راح يصير مشكلة كبيرة. إذا ما كان مثلا كل طرف يشارك التاني في الأشياء اللي بيحبها، يعني مثلا أنت بتحب تروح على السينما وزوجتك بتحبش، أو أنت بتحب تحضر أفلام وثائقية وهي بتحبش، أو أنت بتتابع أخبار طول النهار وهي بتكره، فالحياة بتصير عبارة عن صراع. فلازم أحيانا إحنا نتنازل للطرف أو لشريك الحياة عشان إحنا نشاركه، لأنه هي قيمة الحياة في المشاركة. هاي القصر من هون. مين معنا يا أخوان الكرام من بداية البث بحضر؟ شو رأيكم بهالبث في هالمكان الرائع الجميل؟ وإحنا وعدناكم إنه نسوي شوي عن التسوق، بس بينه وبينكم يعني تعودنا على الطبيعة، يعني بالذات هسه بالصيف ممكن فكرة التسوق كانت خاطئة، لأنه بالصيف أحلى الطبيعة. يعني إحنا ما صدقنا والشمس طلعت والجو صار 16 و17. فموضوع التسوق ممكن الواحد بس نكون بالوسط المدينة أو بالشتاء أفضل. هنشوف كيف الأمور. هدوء، هواء غفيف هيك حلو ناعم في المكان. سبحان الله الوقت كيف مر، يعني قرب يصير لنا ساعة على البث ولساتنا يعني احنا هيك باعتبار أشياء بسيطة. يعني فيعني أعطيناكم شوي هيك معلومات، لمحة بسيطة عن المكان وكيف توصل للمكان عن طريق القطار، بتتجه في محطة موربي وتنزل في محطة بيرمينغز هامرا في مدينة ستوكهولم، وبتتمشى من هناك لهون 20 دقيقة أو 18 دقيقة حسب مشية، كيلو ونص، أو بتركب الباص اللي راح نرفق لكم رقمه باسم المحطة تبعته. يعني احنا حاول عادة نرفق بالبث كيف الواحد بوصل للمكان وبعض المعلومات. يعني انت ترجعوا للبث من فوق بتلاقوا كاتب انا كمان من الموقع تبع القصر المعلومات عنه باللغة الانجليزية، وفي قصور في معلومات عنها باللغة العربية بس مش كلها، في ثلاث قصور كاتبين عنها معلومات تفصيلية باللغة العربية، بس هذا القصر مش منهم، القصر الملكي والقصر الريال بالاس وكم من قصر، بس قصرين ثلاث. فالمكان كتير رائع والقصر لسه ما شفناهوش من جوا، ان شاء الله بيجي يوم نشوفه. هي شنو وهالبط حواليك وهالوز، يعني والله الواحد حاب يقعد شوي هيك يسترخي هيك عن منظر هالبطات الصغار وامهاتهم وابائهم والعائله والاجداد. بدي اقعد لي شوي هيك اذا حدا حاب يسال سؤال، حدا حاب يحكي شيء هيك، اوه منظر هالبط بجنن تحت. المكان اكثر من رائع، جمال طبيعه، بحيره، هواء ما شاء الله بجنن، ورود، طيور حواليك، يعني منظر سبحان الله العظيم. زي ما بيقولوا شيء من الآخر، شيء فاخر من الآخر. فيا إخوان الكرام، يعني اللي مش عارف وين نروح في الإجازة الصيفية، هاي من الأماكن المقترحة، ورح نظل نقدم أماكن مقترحة، وأنتوا كمان راسلونا بعتونا يعني أنتوا وين بتروحوا أماكن. أنا حاليا يعني مركز على ستوكهولم، يعني قبل ما أطلع برات ستوكهولم أول شيء أكون يعني زائر المناطق اللي جوات المدينة اللي أنا فيها. زي ما بقولك زي لما اجى طلع شطح نطح، فاحنا هيك في ناس بتلاقيها بتروح على تركيا بتعمل سياحه، بتروح على جزر بتركيا وبكون بالسويد نفسها ما بعرف شيء، يعني بتلاقيه بالسويد نفسها. عشان هيك بقولك اي والله السويد ما فيها شيء، هو بنفسه ما اكون مش رايح ولا مكان. يعني هو اذا بروح على وسط العاصمه بتمشى شوي بالقملستان بالبلد القديم بروح، فما راح ممكن ما بعرف. يعني انا زيه كن الزمان ما اروح كثير، ما كنت أعرف يعني ما كنت شايف البلد هالدرجة حلوة أو فيها أماكن حلوة. يعني حتى لما رحت على بريطانيا كنت يعني لسه عندي كمان نظرة للسويد، مش هالنظرة اللي بعد ما أنا بلشت أطلع وأكتشف أكتر وأشوف حدائق أكتر وأماكن وقصور ومتاحف
وقلاع. فكل ما تكتشف أكثر كل ما أنت ممكن تحب البلد أكثر وممكن تكرهها أكثر حسب أنت شو بتشوف. والله الطبيعة جميلة جدا. يعني تتأمل هالبطات هيك وتتأمل هالعيلة الكريمة عيلة البط وتتفرج عليهم كيف عايشين. يعني الواحد بحب يتفرج على الشغلات هاي يشوف كيف سبحان الله هالكائنات اللي حواليه كيف عايشة كيف تتحرك. يعني عشان تخرج من دائرة التلفزيون والأهل وطلبات البيت والطبيخ ومهام الحياة والمواصلات والباصات انت بحاجة يوميا لو ربع ساعة نص ساعة تقعد هاي القعدة. اذا ما عملت زي هيك يعني توقع انه يصير عندك الضغط والاكتئاب والإحباط. توقع هاي ضمن التوقعات. يعني ادخل واقرأ مقولات علماء النفس والخبراء. يعني حتى الأنبياء والرسل سيدنا محمد كان يقضي معظم وقته في رعي الأغنام. يعني وين كان؟ في الطبيعة. حتى لو صحراء كان الطبيعة كان يشوف السماء كان يشوف الغيوم كان يشوف الحيوانات نفسها الأغنام كيف تتعامل كيف تتحرك. فهاي كلها تفريغ. طلع هاي تهاوشوا شايف اختلفوا على متر أرض. هسا بتذبحوا عليها زي ما بصير عنا في دولنا العربية. أخو يقتل أخوه بسبب متر أرض للأسف. قبل فترة بقرأ يعني في أحد الدول العربية بدناش نذكر اسمها أخ يقتل أخوه عشان متر أرض عشان السور. صرنا نبيع أخواننا ونبيع أهلنا للأسف على دنيا زائلة. لبدل ما نعطيهم حب ونعطيهم حنان ونعطيهم عطف عشان يرجع لنا بالمقابل. منفكر إحنا لما نأخذ بالقوة رح نكون سعداء. بالعكس شوف لي هالأم كيف ما أحلاها البطة. بدي أفرجيكم إياها أقرب لكم إياها. شوف لي هالبطة ماسكاها مع أولادها. شوف كيف الأم سبحان الله. هو في بعد الأم لما أقول لك الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعرق. فعلا الأم هي الحنان هي مصدر الحب وهي مصدر الحنان الأم. بقول لك الأب سند يا أبو سند. شوف لي كيف هالجمال هدول كيف يعني هدول ممكن تشوفهم أنت أروع من منظر القصر. حركتهم وتحركهم يا كريم يا رب. خلنا نتمشى هسه. هذول بوكلوا هون خلصوا شغلهم تحت طلعوا هون. خلنا نتمشى من عندهم نشوف يا بتهاوشوا معنا يا بنتهاوش معهم. معليش طولوا بالكم. اهلا وسهلا فيكم كيف حالكم شو اخباركم. شوف كيف قديه لطيفين يعني تعودوا على وجود الانسان في حياتهم هون. لما يكون في رحمه لما المكان يكون في رحمه سبحان الله يعم السلام يعم الأمان حتى على الحيوان والطيور والأرض. الأرض نفسها بتخصب الأرض نفسها بتعطي لما يكون في أمان لما يكون في حب لما يكون في عطاء. لكن لما يكون في كراهية وقتل يعم الدعاء السلبي ده الدعاء الإيجابي. تلاقي الإمهات شغلات ليل نهار الله يأخذه الله ينتقم منه اللي قتل ابني اللي شتتني اللي قتل جوزي. بس لما يكون هيك هالأمان طلع هالجمال. والله الام بتلم. طلع هالام كيف هي طلع هالجمال. هاي مشاكسة هاي كل شوي بترفرف. هاي من جماعة زقوني ولا تنسوني. هاي بدها تثبت حالها بالمنطقة. هاي من جماعة المشاهير تبعون الانستغرام بدها تحاول تظهر على الشاشة. لا بس من بينكم هي شوبانة بدنا نجد لها مبرر. ممكن شوبانة بدها تحاول ترطب تبلل. ها بلش ها هيك بيعملوا عشان ايش لما يشوبوا هيك بلشوا. خلينا نقرب لكم اياهم. طلع كيف يبللوا حالهم المي. ان شاء الله الصوت واضح والصورة واضحة اخواني الكرام. احنا وين اكتبونا احنا وين نشوف اذا واحد عارف او من المتابعين عارف احنا وين.
انا وين وانتو وين. بدنا نشوف اللي بتابعوا هل انه بجمعوا معلومات ثقافيه وكيف نصل لهون. بدنا نشوف بدنا نعملكم زي مسابقات ونحط اسم اللي بعرف انا وين هسه في اي منطقه، شو اسم المنطقه وشو اسم المكان وكيف نصل للمكان. يعني حاول اعطينا بس هيك اشي بسيط تفرجينا انك انت عارف اشي هيك عن المعلومات اللي احنا قاعدين نحكي فيها. سبحان الله الورود وين ما تتحرك، اشجار جمال طبيعه، وهي القصر حوالينا. يعني القصر عيدك اليمين مقابل البحيره وحواليك هالخضار بجميع الاتجاهات. ان شاء الله يا رب يفتحوا القصر وندخل هيك نشوف الوضع. طبعا في قصور كتير ومتاحف كتير في ستوكهولم ببلاش، بس هذا القصر بتوقع بمصاري لان كنت لما دخلت عليه كاتبين انه كيف تشتري التذاكر. ففي كثير متاحف في مدينة ستوكهولم وقصور دخولها مجاني، بس في قصور لسه او متاحف لسه ما لازم تدفع. كنت مخطط اليوم اروح بالسفينة من وسط العاصمة، بدي اشوف ممكن اروح بس ارجع. شوف لي القعدة هاي محلاها، يعني زي الصورة، زي كأنك تتفرج على صورة عند المصور. شوف لي هالصورة، والله بدها صورة، صورونا اياها يا اخوان الكرام. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما حدا كتب ولا حدا جاوب. الله كريم. خلينا نحاول نسنتر شوي هيك على البط، نحط الموبايل شوي هيك نتحرك شوي. والله انا بدي واحد هيك مرافق اصير، بس المشكله انه مش عارف الاوقات. انا المشكله مش حاب التزم مع حدا بسبب الاوقات، لانه انا اي وقت بفضى، اي وقت بنشغل، ما بعرف ممكن الشغل يتصلوا علي باي وقت يقولوا لي تعال بدنا اياك بكره اليوم الظهر. شوفوا لي هون البطاط هيك، خلينا نوقف التلفون شوي. يا الله نريح ايدينا. ما جاوبتونا يا اخوان الكرام، وين احنا، وين صرنا، وين باي منطقه، وين رحنا، وين جينا، ولا مالكو دخل. نشوف هيك منبين احنا نتمشى هيك عند البطاط. السلام عليكم ورحمه الله. شايفين عشان الموبايل بعيد. كل واحد عن قرب الضغط الحركات والاشياء هاي جميل جدا. سبحان الله كيف بحطوا راسهم هيك داخل. يا الله طول الحاف والله. الواحد حاب يعرف كم ساعة مثلا هدول بيناموا، إذا عندكم علم. يعني سبحان الله في حيوانات نومها طويل، في حيوانات بتنام من الليل، في حيوانات بنهار، فما بعرف إذا بتعرفوا أنتوا عندكم معلومات. أعطيها أبو عبدو مظبوط أوركسدال صح، والله مركز. شوف لي كيف هدول نايمين أو بدهم يناموا. أوف زعلت هاي، عصبت طلعت راسها قالت لك أنت مشاغب، من وين جاي أنت، من أي بلد؟ ما عندنا عينات زيك هيك كتير بيجوا، كله بيجي طياري. شوف ينظفوا جسمهم، بظلهم طول الوقت سبحان الله بينظفوا جسمهم. طلع عليهم يعني نظاف، يعني تقول حدا بنظفهم، حدا بيعتني فيهم، يعني بضو ضوي اورجينال، كله بضاعة أصلية. طلع طلع ما أجمالهم طلع. والله خد لك صورة هيك مع هالبطتين هدول. شوف شوف لي هالجمال هذا، بفرجيكوا هسا الأم وولادها كمان. صباح الخير اخوي محمد ماهر العراب، اهلا وسهلا فيك.
يا الله هيك نشوف الام هنا مع اولادها جنبها حواليها تقعد عليهم لا يمكن تشوفني تتحرك هيهم برضعوا ولا بصير شو قصتهم مش عارف فرجيكم اياهم عن قرب كمان شوف هون اولادها جنبها حواليها ما بعرف كيف برضعوا انا هذول البط والوز هاي صارت 12 صرنا ساعه في البث المباشر ان شاء الله مستمتعين نكمل ولا خلاص بكفي شو رايكم اكتبوا لنا شو رايكم حابين نكمل نستمر ناخذكم نكمل جوله هيك في المكان ولا خلاص بكفي نقضيها تصوير هيك كم من صوره وبعدين ننطلق على مكان تاني اللي حاب يكمل يكتب لنا واللي عنده سؤال يكتب اهو شوف قامت سبحان الله هي اولادها سبحان الله العظيم صباح الخير اخوي وليد الله يسعدك يا رب ان شاء الله يا رب يجمعنا هيك في جنات الدنيا والاخره نذوق النعيمين يعني في ناس انا ممكن ذكرتها قبل هاي المره في ناس حاصر فكره بس انه هو في جنه الاخره هو شايف الحياه عباره تعيسه هيك يعني هيك شعر انه رب العالمين خلقه عشان يشقى هيك عنده شويه مفاهيم في مفاهيم مغلوطه في الدين يعني كثير انا بحاول اسمع على الدكتور النابلسي وغيره بحاول اخذ من كل واحد الاشياء المفيده فهم كمان ذكروا هذا الموضوع انه في كثير بعض المسلمين للاسف ماخذين بعض المفاهيم المغلوطه على انه الحياه هي عباره بس عن شقاء وفاهمين انه لازم انا اتعب بالحياه عشان ادخل الجنه طب ليش ما اكون انا سعيد في الحياه واسعد الناس لانه المسلم بدخل السرور وهي في احاديث على ادخال السرور على الاخرين وانه يعني عمل هذا عظيم ادخال السرور والابتسامه يعني انه افضل اكون انا مكشر ومبوز وعامل حالي والله بصلي 20 و40 و50 ركعه وحافظ القران ومغلب جيراني وجاراتي ومقرفهم حياتهم ولا انا اكون مسلم سعيد صالح منجز بعطي ببدع بخترع بساهم في بناء المجتمع انا احسن هاي زعلت يقول لك لا والله معك حق أنا بتقول لك أنا ناقصني نقدين بدي ناس يسعدوني البط ما برضع البط بوكل أكل طب شو كانين يسووا جنب أمهم حبيبي أخوي ماهر الله يسعدك أخوي وليد والله يا أخوان الكرام طلع هذيك البطة كيف غارسة راسها جوا بالماء بدي أفرجيكم إياها هيك ها سبحان الله بتقول بتدور على سمك جوا هيك هذول طلع كيف تنزل طلع كيف عامل جمباز سبحان الله كل إنسان رب العالمين هاي الفطرة رب العالمين خلق كل إنسان وزرع فيه الفطرة عشان يقدر يعيش عشان يقدر يستمر لكن احنا البشر شو بصير يعني بضعف إيماننا وحسن ظننا بالله مصير نعتقد انه يعني الرزق مش الرزق عند المعلم وعند مدير الشركة وعند المسؤول بدل ما انه احنا يكون عندنا ايمان بالله وحسن ظن بالله خلينا انه احنا نشعر بامان انه احنا مش راح نموت بس ناخذ بالاسباب فبقول لك اكثر الناس اللي بتخاف بكون ايمانها ضعيف في الله لانه الانسان اللي بخاف بكون يعني عنده شك عنده عدم حسن ظن لو هو اصلا متاكد يعني هسه يكون شو الايمان ان تعبد الله كانك تراه او الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الايمان هو الاقرار الجازم بوجود الله فانت لما تكون مقر وعارف انه الله موجود تخيل انه انت عارف هسه في اللحظه هاي اللي انا موجود فيها هون انه الله موجود فانت بترتاح يعني مهما يسر لك بتقول خلص ما هو رب العالمين كاتب لي انا عملت اللي علي والله ما انا عارف اكمل في الحديقه ولا ما اكملش مكان كبير وضخم خلينا اروح على الجهه هذيك بس نشوف طلاب المدارس هم اللي مروحوا فاكثر الناس للاسف اللي بصابوا بالخوف والامراض النفسيه بكون عندهم ضعف في الايمان ضعف في حسن الظن بالله لكن لما الانسان يكون عنده حسن شوف لاحظ على الصحابه وقد ايه صاروا عندهم نكبات وظروف في الحياه ما كنت مره تقرا تسمع الواحد فيهم انه كان عنده امراض نفسيه حتى يعني كمان ذكر النابلسي وغيره قال انه الانسان اللي عنده دين وعنده ثقه بالله وعنده وبقوم بالعباده على اكمل وجه صعب هذا يصاب بمرض نفسي لانه يعني هو معظم وقته في التسبيح والذكر
وعارف انه هو اذا لو فقر بصوم، في بدائل. لكن الانسان لما يكون ما عنده بدائل وببحث عن المقارنة في حياته، شفت فلانة وشفت فلان، شفت جارنا وشفت جارتنا، وفلان اشترى مرسيدس وشران الشرف، يعني وعايش على المقارنة، هذا طبعا نفسيته راح تتدمر. خلينا نشوف هالتماثيل. شوف لأبو عرب، أبو عضل قصدي، هاي أبو عضل، هذا عنترة بن شداد، من أيام عنترة بن شداد زي هيك، يمكن عاملين لك القوة. هاي واحد هون على اليمين واحد على اليسار، هاي على اليمين. وهي هون حاطين لك اياهم على النهر. وهي النهر هون. الصورة واضحة اخواني، الصوت واضح، كل شيء تمام. بس ما بعرف شو بقصده بالضبط، يعني من التماثيل هاي ممكن في الزمن نفسه او بالفترة نفسها، ما بنعرف، الله اعلم. يعني ما قرينا التفاصيل عن الـ 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 القصر، بس يعني أخذنا نبذة هيك موجزة عن أنه بـ 1600 وكان الملك الكارل جوستاف أو كارل الخامس عشر اسمه، وكان في أميرة كمان فيكتوريا، وهي عملت أنه هاي الحديقة حوالين البحيرة. يعني ممكن الملك اهتم في موضوع القصر وبناء القصر. والأميرة كملت الحديقة وإلى آخره، والله أعلم. يعني أنا بحب المعلومات، أعرف معلومات عن المكان اللي أنا موجود فيه، بس يمكن كان التركيز الأكثر على جمال المكان، على الأشجار الموجودة، على تنوعها، تنوع الورود، أصوات الطيور. هاي اسمعوا معي، يعني تسمع طيور أشكال وألوان، سبحان الله. والله يا إخواني في ناس فنانة عن جد، يعني شوف كيف، يعني هذا الموضوع التماثيل وال كيف دقة، كيف صنعوا هاي الأشياء. يعني في أشياء، في منحوتات تشعرها كلها رخام أو كلها حديد أو كلها نحاس، كيف هالصناعات هاي. يعني بعدين أحيان الواحد بتوقف عقله إنه يعني عن جد في ناس عندها قدرات ومهارات في هاي الحياة رهيبة. يعني كنت أنا وصديق لي، في صديق في تشيك، دائما كل ما نتمشى أنا وياه نوقف عند دوار، نوقف عند تحف، نوقف عند شغل، يقول لي رائد هاي كيف عملوها؟ قول والله زي زيك. يعني كنا نتساءل، يعني هاي هون بتعطيك، بتخلي عقلك يشتغل اذا كان عقلك موقف بس على المشاكل وعلى القصص. ممتاز ممتاز اخواني ماهر وماهر ووليد، شكرا كثير. شوف لي كمان هون كيف هالشجر كيف من تحت، سبحان الله. يعني الاشجار اشكال والوان، المناظر، صوت الطيور. هاي شفنا تنتين عربيات ولا مش عربيات، واخيرا ممكن شفنا عرب. شوف هالشجرة هاي كيف مفتوحة من النص هيك، سبحان الله، ومكملة وعايشة. لا اله الا الله رسول الله، سبحان الله. يعني نص شجرة وعايشة، والله هي شغلات، هي اشياء بتحير. شكلها تركية، سبحان الله العظيم. الله شو عشرة، احنا فرجيناكم الحديقة هاي اللي هون اللي على الجنب، بس نحاول نروح لنا نشوف في قاعدة فوق حلوة عند الصخرة. مين متابع معنا من البداية اخواني الكرام؟ شو بتحبوا اكثر شيء في الاماكن السياحية؟ معلش لو تحاولوا هيك تكتبوا لنا شو بتحبوا اكثر شيء بالاماكن السياحيه. هل بتحب المتاحف، القصور، اماكن البحيرات، الجبال، المرتفعات، الوديان، السهول، شو بتحب؟ شو بتحب؟ شو عندك بتحب النشاطات؟ تحب ركوب السفن، ركوب البواخر، ركوب الطائرات؟ يعني اكيد احنا كلنا مختلفين، بس ممكن نجتمع في اكثر من نقطه. في ناس بتحب التزلج، على التزلج على المي، التزلج على الثلج. فسبحان الله، يعني شاركونا عشان نتعرف هيك، نشوف ممكن يكون عندنا في شغلات متشابهه بين بعض. زي ما حكيت لكم هذا الشجر غريب عجيب، يعني كيف تقول يا الله، تقول ايدين طالع له.
هاي الحديقة ما أجيناها. أهلا وسهلا فيكم جميعا من حديقة أوركسدال في مدينة ستوكهولم. سبحان الله الطيور يعني تقول عايشة مقيمة هون مقيمة سبحان الله. شوف هاي راعي المقعد. يا الله يا كريم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. المدن القديمة الطبيعة حلو والله. أنا كمان كثير بحب المدن القديمة يعني بلاقيها فيها روح أكثر من المدن الحديثة هاي كلها قزاز وكلها عمارات عالية. هاي بلاقيها مو حلوة للسياحة. أوكي حلوة إنه الواحد يتمتع وينظر إلها بس الأماكن الطبيعية والبحيرات والقصور والأشياء اللي زي هيك والجبال. أنا بحب برضو الجبال كتير. منظر الجبال لما يكون مطل على بحيرة بكون كتير أو على بحر أو على محيط بكون كتير جميل. شوف هون زرعين الورود في انتظار إن شاء الله. لو تكتبونا تشاركونا شو أحلى مدينة زرتوها إن كان بالسويد ولا خارج السويد. يعني شو الميزات اللي أنت عجبتك في هاي المدينة، شو اللي حببك فيها. ممكن مرات أنت بتحب بلد أو بتحب مدينة بسبب الحياة الاجتماعية اللي فيها. يعني مثلا أنا زمان زرت رومانيا وعشت فيها فحبيت إنه بساطة الشعب اللي فيها وسهولة التواصل مع الشعب نفسه. ففي سهولة في الاندماج بالدول الشرقية أكثر من الغرب. يعني ممكن في ألمانيا في السويد النرويج نادر ما تلاقي حدا عنده أصدقاء وبطلع وبأخذ وبعطي وجيران وهيك وحكاوي وقصص وعياد ميلاد وروحات وجيات. لكن غرب شرق أوروبا عندهم الحياة الاجتماعية أكثر بكثير من غرب أوروبا. يعني تشعر حالك أنه أنت جزء. زيارة أخ وليد زيارة ستوكهولم وزيارة السفينة الفايكنج في ستوكهولم وشكرا لك لبرج ستوكهولم إن شاء الله. في برضه حديقة سكانسن إن شاء الله بنعمل لكم عليها تغطيات. يعني رحنا في مناطق رحناها بس حابين نجدد حابين نجدد الأماكن. لأنه في عنا مباشر كتير قديم موجود بالصفحة مئات المباشرات وغير اليوتيوب. على اليوتيوب في 500 فيديو 600 فيديو. فأنا قاعد بحاول أكتشف الأشياء الجديدة اللي ما رحتها. في أشياء كررت يعني رحت لها أكثر من مرة. فاللي بحب كمان يتنور يدخل على قناة اليوتيوب يرجع للفيديوهات القديمة أو يرجع للمباشر اللي عندنا القديم رح يلاقي فيديوهات كثيرة على المباشر. زرت مناطق كثيرة في ستوكهولم. فزي ما حكيت لكم يا إخوان الكرام أنت ممكن تحب بلد مش بس عشان جمال طبيعتها ولا عشان بحيراتها. طبعا بالإضافة أنه الدول الشرق أوروبا كتير حلوة. يعني فيها جبال كتير كتير رائعة. يعني رومانيا مثلا فيها جبال ترانزلفانيا. في مدينة اسمها سينايا وبراشوف مدن مذهلة جدا جدا جميلة جدا جدا. كثير من الطلاب العرب عايشين هناك. في ياش في مدينة اسمها ياش في مدينة اسمها أوراديا أراد في كلوج. ففي مدن كتير كتير حلوة في حياة اجتماعية كتيرة في الدول هديك. ممكن تحببك أكثر من الدول هاي الغربية بالذات أنه في صعوبة على أنه الشخص يجد أصدقاء أو يتواصل أو يتعارف أو يندمج معهم. يعني ممكن تلاقي أصدقاء بس بتلاقي العادات بتختلف أشياء كتيرة بتختلف. فممكن عشان هيك كتير ناس بتعاني مش بسبب أنه والله فيش طبيعة ولا في طبيعة. لا هم مش قادرين يتواصلوا مش قادرين يتواصل مع الشعب. هو في صعوبة كبيرة. ما بدي اقول انه في سهوله يعني في صعوبه انه انت يكون عندك اصدقاء في السويد بالرغم انه في مواقع كثيره بس ممكن انت تلاقي صديق بس ما يجي عقلك عقله او ما تشعر انه انت في اندماج هيك تستمتع في الوقت.
فالدول الشرقية الحياة فيها نوعا ما أنا بلاقيها أحلى، برغم أنه هي يمكن أفقر لكن الحياة فيها، الناس فيها تواصل أكثر. يعني ممكن العرب اللي عايشين بروسيا، أنا بتابع مثلا بعض العرب اللي عايشين في روسيا، اللي عايشين في رومانيا، اللي عايشين في هنغاريا، تلاقيهم حتى وضعهم المادي مش هالدرجة، بس بقول لك احنا مستمتعين في حياتنا أكثر من في الحياة في الدول الغربية. فمو شرط وجودك بالسويد يعني انه انت او موجود ببريطانيا او موجود في فرنسا يعني انت موجود جنب برج ايفل يعني انت مستمتع في حياتك. برضو الانسان بحاجة لحدا، بحاجة لاشخاص، فبدك تحاول انه تبذل مجهود انه انت حتى يكون عندك اصدقاء في الدول هاي. مو سهل بناء العلاقات والاصدقاء والصداقات في الدول الغربية، مو سهل، مو زي شرق اوروبا او مثلا ممكن امريكا الجنوبية تكون عايش بالبرازيل ولا الارجنتين، دول اجتماعية، الناس هناك ترقص بالشوارع. ففي دول سبحان الله طبعها اجتماعي، هنا نوعا ما انه الناس بما انها منشغلة بين دراستها وبين حياتها العملية وبين رياضتها، يعني كله بيلعب رياضة، شايفين كله بركض كله بيلعب رياضة، فالناس ما عندها وقت انه انا ممكن حتى اتعرف على حدا جديد ولا يعني. وممكن كمان برضو مفهوم الاعلام اللي شوه صورة الاجانب للأسف في نسبة كبيرة، فصار في حذر في بناء العلاقات مع الاجانب وبالذات العرب، لانه ما قصروا جماعة الاعلام اللي نشروا الاسلامفوبيا وخوفوا العالم من المسلمين. ومش كل اصابعك واحد، في كبير في صغير في الى اخره. والله المكان يا اخوان الكرام بده مش يوم، بده ايام شكله. انا يعني مش عارف اروح من هون، طلع اروح من هون، شوفوا اسعدوا هاي واحد، اروح من هون، انا جيت من هون، ولا اروح هاي الجهة، انا شايف هاي الجهة مشجعة، ولا اروح من هون، ولا ما اروحش اروح. شاركونا وين نروح، اي جهة، على اليمين على اليسار، هون هيك، خلنا ناخذكم دائره، داير ما يدور. والله شكلي حاب اروح من هون، ما حدا جاوب، خلاص خلينا نروح من هون، نتوكل على رب العالمين، نشوف هذا المكان شو هو. يعني فعلا الأماكن زي هيك مفتوحة كتير ولها طرق وشوارع كتير بتحير. هو الحلو لما تكون لوحدك، زي ما بقول لك المثل، لعب وحدك تيجي راضي. يعني انت بتختار، مش زي اختيار متعدد. هاي خلينا نوقف لنا شوي هيك عند الميات هاي الحلوين هون. فلما تكون لوحدك يعني ممكن تاخذ معك ثواني حتى تفكر وبعدين خلاص بتتخذ القرار. بس هسه لو انه الواحد ماشي مع واحد، اروح يمين، لا لا شو فهمك وشو بعرفك وشو بصر ايش، وخل نروح من هون وخل نروح من هون. فشوي نوعا ما الواحد احيانا بحاجة انه يمشي لوحده، لانه يعني اذا بده يستمتع مزبوط مزبوط يعني اوكي حلو الواحد اللي قاله زي ما تقول ايش، رفيق الروح، رفيق الروح. بس هاي الايام يعني مو سهل، مو سهل تلاقي لك واحد يتفهمك وعارف انه انت شو اللي بيسعدك ويسعى انه عائله. يسار، والله رحنا هي يسار، انا كنت هناك وين، والله هي يمكن يسار هاي الجهة. حبيبي اخوي علي، هون برضو في مباني تابعة للقصر، في هون باركيرينج شكله، المكان زي ما حكيت لكم كبير كتير ضخم، تعرف الناس بتشوفها من كل جهة بتطلع. والله حاب أرجع بعدين شربنا فنجان قهوة، والله ما شربنا، لازم أخذنا ودخلنا هيك على مكان مرة هيك بدنا نشارككم معنا، ندخلنا على مقهى، ندخلنا على محل، نفرجيكم الأسعار برضو ممكن بهمكم، ندخل على مقهى، ندخل على مكان، ندخل على مطعم، وراح نفرجيكم سكة القطارات إن شاء الله، كمان ننزل نعملنا جولة فيها، لأنه بقولوا سكة قطارات ستوكهولم عبارة عن لوحة فنية.
فان شاء الله بنفرجيكم اياها. هون حاطينكم اما ريحه الورد فاحت سبحان الله العظيم. العناوين اتجاهات سبحان الله، صوت العصافير كيف ما تتحرك. كنت عن سير المي والله خلصت، بس هناك المنطقة شوي وعرة يعني، في لا اتجاه من هون، في لا طريق ثاني، بس اشوف البيوت هاي او هاي حوالين القصر هون اشوف يمكن مسكرة، هاي مغلقة المكان هذا. والله ريحة الورد بتجنن سبحانك يا رب، يعني اشتغلت حواس الشم بتهون بتفحص حالك انه بتشم منيح ولا بتشمش، زي واحد بيقول لك واحد بيشمش بقول واحد تقول له انت والله ما بتستحي والله ما بتشم، ما بعرف هاي العبارات كيف اجت عنا، يعني الواحد لما يقول له واحد انت ما بتستحي وما بتشم، يعني هل انه هو موضوع الشم له علاقه في الحياه؟ والله ممكن، ممكن لانه الواحد لما يشم بيبتعد او بيقترب او شيء، في لها معادله، فاحنا عاده نستخدم هاي العباره نتحكي لواحد والله ما بتستحي والله ما بتشم. مرات الواحد بحب يمشي شوي شوي هيك يسمع كل الأصوات اللي حواليه، صوت البسكليت، العجلات، صوت الطيور، فعلا شيء جميل جدا، مكان كثير كثير رائع، شوارع مرتبة، شوارع نظيفة مخططة وهدوء، يعني أغلب الناس اللي بتشوفهم يا كبار بالعمر يا طلاب مدارس، فيعني شيء حلو، ما في إزعاج، ما في فوضى، اللي بيلعب اللي مع صديقته مع حبيبته مع زوجته، وقلة هدول ممكن مش عارف أنا شو اللي نوعا ما قليل، يعني بتشوف إنه يعني بتلاقي الواحد بيحلم إنه يتزوج بس بعد ما يتزوج تلاقيهم بطلوا يطلعوا قبل الزواج. أنا حابب تفسروا لي إياها، مش عارف هاي ظاهرة تقول موجودة عالمية أو ممكن موجودة في أماكن معينة، إنه كثير ناس بتلاقيه قبل ما يتزوج هو بس يخطب والله بدها فنجان قهوة، بس يخطب او بس يتعرف واحدة بظلوا يقضيها عزايم، شو رايك نروح هون شو رايك، بظلوا يعرض الرجل يعرض عصبته يمكن يحبب او يكسب او زبط الصيده او يفرجي حاله انه شهم. او بعد الزواج بتبلش طبعا ما بعرف، ممكن يكون الانسان نفسه او الشخص نفسه ما عنده مهاره او البنت نفسها ما عندها مهاره شو بصير بعد الزواج، ورغم انه الواحد بيقدر يكمل يعني المسيره بس انه في اعباء جديده، يعني بدل ما كنا نطلع كل يوم ممكن نطلع بالاسبوع مره عشان تظل هالمحبه وعشان تظلوا الذكريات الحلوه، فممكن عشان هيك الناس صارت تنظر لنا الزواج انه هو بس اعباء ومسؤوليات، بطل في مشاركه كتير في اماكن في مطارح في مشاوير في ورود للاسف. ولا شو رايكم في الموضوع؟ شوف لي هالوردات هون، شو هذا بيت يعني معقول حدا ساكن هون؟ والله تقول بيت سبحان الله. فللأسف كثير ناس بتلاقيهم متزوجين، تلاقي المرأة يمكن بتقضي حياتها مع صحباتها وعلى التلفون ومع أخواتها ومع أهلها ومع بصرمين، وزوجها بتلاقيه يمكن بيقضي مع أصحابه، يعني زي كأنه تقول متزوجين أصحابهم مش متزوجين أزواجهم. ممكن المرأة بتفضل تحكي مع صحباتها وتطلع مع صحباتها بتصير بعد الزواج أكثر ما تطلع مع زوجها. فللأسف يعني هو حلو الواحد يكون يعطي زوج والزوجة تعطي بعض مساحة، بس مش الرجل يقضي حياته في النوادي الليلية أو في البولينج أو في البليارد أو في الشدة أو مع أصدقائه. حلو إنه يكون في يوم بالأسبوع مثلا بيطلع هو وولاده هو ومرته على مطعم على حديقة زي هيك، عشان الله يقول والله في ذكريات نهاية الأسبوع، والله عملنا إشي مميز، رحنا على مكان، عملنا شغلة، هاي بتخلي العلاقة والحياة أجمل. ولا شو رايكم انتو؟ يعني اذا ما كان في ذكريات حلوه بين الازواج او بين الاصدقاء
ما بتكون العلاقات ضعيفة تعبانة. فكل ما كان في ذكريات حلوة وأماكن حلوة وقعدات حلوة كل ما بتحب صديقك أكثر. كل ما بتيجي مرات يعني قبل فترة كنت أتمشى تذكرت صديقي لي بالكويت كويتي عايش كان معنا في بريطانيا كنا نروح مع بعض على المطاعم على مطعم اليمني وعلى ونروح مع بعض نتمشى في وسط المدينة وإشي. والله كنت ماشي هيك سبحان الله خطر عبالي بعدين بلشت أراسله وأحكي معه وفتحنا كاميرا وحكينا فالذكريات مرات بكون ماشي مثلا بتذكر هسه تذكرته شوفوا مثلا تذكرته. فالذكريات بتحببك بالأشخاص بتقربك إلهم. لكن لما تكون أنت إنسان فارغ ما عندك ذكريات ما عندك طلعات حلوة كل اللي حكيكم مشاكل وغيبة. يعني زي الصبح كنت متمشى وديت بنتي على المدرسة وفي تنتين عربيات مشيات قعدات بحكوا بيستغيبوا بوحدة على الصبح من الساعة 8:30 شغلات التنتين سامع صوتهم بحكوا والله هي الحالية الحق عليها والله قلت سبحان الله قدام بعض النسوان للأسف بتلاقيهم بحكوا مع بعض كلام معسول بس تلف وحدة ظاهرها بشلوا عرض بعض للأسف هاي ظاهرة موجودة يمكن المسلسلات يتعلموا منها في بعض النساء للأسف احنا طبعا ما بنعمم بس احنا نوعا ما الرجال يمكن ما عندنا كثير مواضيع الا من رحم الا الله اعلم الا اللي بيحبوا يحكوا كثير وبيحبوا يلتوا كثير على الناس ويستغيبوا الناس هاي الشغله بتخلي بتنقص العمر الغيبه والاستغابه يعني بقول لك هاي حتى يعني بكون الانسان ضعيف ايمان كثير لما يقضي حياته بس غيبه ونميمه وعلى الصبح يعني شو هالحياه شو بده يكمل يومه فحلو الواحد يطلع يتأمل هالطبيعة يشوف ناس يحكي عن ناس إيجابي يحكي عن ناس بشكل إيجابي شوف هالمكان هذا بذكرك تقول في هولندا في بولندا في شوف المرة هاي قاعدة بتسوق والله شعر حالي هون تقول عن جد لما دخلت هذا المكان شعرت حالي مش عارف زي هولندا زي سويسرا فرجيكم هالختيار وهي بتتمشى فاش يقول بلاش تتصور خلص بلاش نزعجها هون حصانات شكله خلاص خلينا نتمشى حبيبي اخوي علي فللاسف في ناس بتقضيها من الصبح بتنام بتقوم على الغيبه والنميمه وعلى فلان اشترى وفلان اشترى وفلان عنده وفلان مش عندنا مقارنه وهاي اكثر شيء دمرنا في الوطن العربي تلاقي الام شغاله من الصبح شفت ابن عمك صار باني وصار شاري شفت ابن خالك جاب الاول في التوجيه شفت فلانه اجاها عريس وانت لساتك فهاي تخلي الإنسان يكره حاله ويكره أهله ويكره كل شيء المقارنة والنقد واللوم هاي هون بواقي القصر ما بعرف أشياء هيك بناية حلوة بقول لك في أوزبكستان طريقة التربية تبعتهم يعني بحب أن أتعرف على ثقافات الشعوب كيف يربوا أولادهم كل بلد سبحان الله عندها إرث ثقافي وعندها طرق في التربية فبقول لك في أوزبكستان أول 6 سنين بيعاملوا الولد كملك شو ما بده بنفذوا له من طلبات أوزبكستان احفظوا معي 6 سنين التانيين لما يصير عمره من 6 إلى 12 بيعاملوه كعبد بصير هو لازم يرد على أهله بكل طلب من الطلبات أول 6 سنين ملك تاني 6 سنين لعمر 12 بيعاملوه كعبد ثالث 6 سنين بيعاملوه كصديق من 12 ل 18 بصير هو صديق أبوه وأمه فشوف أنت لما تتعرف على ثقافات الشعوب وكيف طريقة تربية الشعوب وكيف أسلوب حياة الشعوب يعني عقلك بصير فكرك واعي بصير عندك فليكسيبلتي بصير عندك مرونة مش مقفلها على مثلا أنت على منطقة في الأردن ولا على منطقة في سوريا وعايش على فكرة وفكرتين وبس أو على واحد انت مقتدي فيه بس بدون ما رب العالمين خلق اشكال والوان حلو التنوع حلو التفكير حلو اخذ الايجابيات من كل زاويه يعني هاي الصوره ممكن انا اخذ منها هاي ممكن اخذ منها هاي زي هيك في الحياه ممكن واحد يعجبه هذاك الاقدم بيت اقدم ركن واحد يقول لك لا والله انا عاجبني هاي فالناس اذواق وحلو الواحد ينوع ما يكون مقفل في ناس كثير عايشة في الغرب أو عايشة في وطننا مقفل مخه مقفل خلاص بأخذش ولا بعطي لا برسل ولا بستقبل بقول لك أنا هيك هاي كلمة هاي عبارة كنا نسمعها كثير عندنا في الوطن تحكي مع واحد تقول يا ابن الحلال والله ما بيصير هذا الحكي أنا هيك بدكو عاجبكو خدو ما عاجبكو بلاش
ففي ناس سبحان الله قافل على مخه قفل، تقول حاط شاري قفل أصلي وقافله، ما في ما بأخذ ولا بعطي. هذا لازم تعمل له عملية فرمتة نوديه على اليابان، نعمل له فرمتة من جديد. هذول الناس هم التعبانين أكثر الناس في الحياة. طبعا احنا وصلنا عند المدخل، يعني انا جيت بس من ورا بجهة تانية. والله المكان لا يمل، ورود وين ما تروح، عصافير، طيور، اشجار، جمال، طبيعة. يعني محتار الواحد شو يوصف، زي ما بقولك الاغنية اوصف بايه، ده ما فيش اوصاف، لا كنت ساحر ولا الصاف، هيك اللي تذكرته انا بعرفش. طبعا والنحل حواليك وين ما تروح، بس والله النحل حتى لطيف هون يا الله. والله الحمد لله، يعني لحد الان الحمد لله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا نحل، الحمد لله قرصتنا بالرغم انه طول النهار ماشيين بالطبيعه وبالاماكن هاي. هاي النحل شوف، حتى النحل هون لطيف. هون حاطين لك وين الحمامات، وين التواليتات، وين الاماكن، دليل دليل كامل. هون البوابة القصر اللي هلا لفينا احنا، طلعنا بس من جهة من ورا. هاي هون حاطين لك الخريطة، في كنيسة، يعني عادة بكون عند القصور والشغلات اللي هيك بكون في كنائس كاتدرائيات. المكان اللي حواليها برضه كمان تقول يعني تابع للقصر من كثر ما هو جميل جدا المكان. يعني انا بفرجيكم بعض الخضار وتنسيق الزهور، اشي بجنن. هاي هون خريطة كمان على المنطقة عشان الواحد ما يضيع، وكمان في منشورات اللي بحب ياخذ معه منشور ويتفرج ويقرا ويتعرف على القصر وهو بالطريق. يعني دائما بيهتموا الاجانب في عمليه المنشورات. وفي كمان اذا بتدخل في موقع بتقدر تسمع سماع صوتي بالانجليزي او بالسويدي، بتوقع بس بالانجليزي موجود، تفهم بيعطوك بتسمع عن المنطقه. يعني في شرح كامل بكون دليل بحكي لك عن المكان وعن المنطقه بالتفصيل. فشوف المكان هناك بجنن. وهنا مش عارف انا اروح عند الكنيسة ولا اروح افرجيكم هذيك الخضار اللي هناك. فوالله يا اخوان الكرام، يعني انا بنصحكم وبنصح نفسي دائما عشان تعيش سعيد، شوف طريقة تفكيرك، شوف طريقة تفكيرك انت كيف، من وين بتجيب معلوماتك انت. اذا انت تعيس اول شيء، اذا انت سعيد خليك سعيد ضلك مستمر. بس اذا انت معظم يومك بتقضيه نكد ومزاجك متقلب وبين إحباط وبين اكتئاب وبين حساس، كل ما حدا يحكي كلمة تفسرها بأشياء ودائما عايش في توتر وضغط، اعرف انه انت عندك في مشكلة في طريقة التفكير. اعرف انه انت بتستخدم حواسك بطريقة خاطئة. ممكن انت بتسمع أشياء او بترافق أشياء او بتاكل أشياء او بتنام غلط. على مستوى انا الشخصي، يعني انا بقولكم لما انام مثلا امبارح اشتغلت 12 بالليل بس نمت، يعني صرت مخربط متى بدي اقوم اصلي الفجر ومتى وكذا. يعني فعلا الصبح قمت مزعوج لانه بعد النوم بعد ال 10 11 هذا، بس تنام متاخر بتقوم تعبان مكسر، مزاجك بكون متوتر. انتوا معي ولا رحتوا اخوان الكرام؟ نكمل ولا يعني ضايل هيك بعض الشغلات البسيطه؟ هي المكان بحكي لكم انا ما غطيت يمكن نصه، يعني تقريبا نص المكان، لانه في حوالين البحيره مكان شاسع وكبير وضخم. فبحاول اعطيكم بس هيك الاشياء الحلوه كثير عشان انتم بعدين تكملوها. فانا بركز يا اخوان الكرام على موضوع الطاقه الايجابيه، كيف انا يعني كيف انا بنفسي بحاول ان انا اصنعها لنفسي. كيف انا النوم لازم تنام نوم منيح، النوم بيلعب دور كبير كثير في مزاجك. يعني لو يتوفر لك كل شيء خلال النهار وانت تعبان ومجهد ومش نايم منيح، اعرف انه انت ما راح تكون سعيد، ما راح تكون سعيد. كل ما بدك تيجي تكون سعيد جسمك بعطيك، انت فاقد للطاقة. النوم بعطيك طاقة، بعطيك حيوية. فاذا انت ما كنت نايم منيح، هنفرجيكم حالنا كمان هيك مع المناظر ولا بلاش، خلينا على المنظر احلى. فالنوم، النوم يا اخوان الكرام ضروري جدا عشان الراحة النفسية وعشان الطاقة. فاذا انت ما بتنام منيح والله انت بتضر نفسيتك اكثر من جسدك ممكن، واثنين يعني مش بس النفس. فاهتم كثير في موضوع نومك. يعني اذا ما نمتش منيح مش راح تعرف تفكر، كمان تفكيرك ما راح يكون التفكير الصحيح. يعني حتى بقول لك بالاحكام
وبالصلاة ما بزبط تصلي وانت مسطول ونعسان وتخربط بالآيات ولا حتى جوعان. يعني كمان الجوع لازم تأكل أكل منيح. الله المكان وين ما تروح حلو ويا حلو حظي حلو. شوف المقاعد هاي اللي عند الماي بتجنن. تيجي هون تقعد الواحد يلاقي له مكان يصلي الظهر بس هذه أهم شيء. نعم نرد ننزل على الستان. فموضوع النوم أساسي جدا للإخوان اللي بيعانوا من مزاجهم المتقلب واللي طول النهار تعبانين أو متوترين. شوف نومك كيف، شوف قعدتك مثلا على الانترنت، على أي صفحات بتقعد، على أي مواقع، كم ساعة وانت ماسك التلفون وبتتقلب على التخت أو بتتفرج على أشياء. ممكن في شخص معين بتتابعه بيوترك، يعني وهذا بتصير يعني شغلة عادية. يعني مرات انت وانت بتقلب الصور في شخص ممكن بيطلع لك بنسم بدنك، تطفي الجهاز كله وبتسكره. شغلة عادية، يعني احنا بشر وفي ناس ممكن ما نحبهم او بنشعر انهم هدول ما بيدخلونا السرور في حياتنا او منغار منهم وبنتمنى نكون زيهم ممكن، او ممكن ما بنحب منشوراتهم الى اخره، او ممكن بتشوف جارة بتشوف جاريتها شو ناشرة. فبدك تحاول كمان تتحكم في موضوع التكنولوجيا وشو الأشياء اللي بتستمدها منها، لأنه هاي كمان كثير بتأثر على نفسيتك. الله المقعدين هدول مرتبين كثير، شي قاعدة من الآخر يجنن. وفي نوع من البشر عالقين في الحياة، يعني بتلاقيه مثلا مفكر يسافر أو مفكر يدرس أو مفكر إشي وموقف حياته، أو واحدة مثلا مفكرة تتزوج أو لاغي موضوع الزواج، أو شاب بتلاقيه مأخر الموضوع حاد. فبتلاقي حياته موقفة. يعني بتلاقي لك واحد صار له 5 سنين بتابع مواقع السفر ومو مسافر ولا موفر مصاري ولا متعلم إشي جديد، فهو عالق. هذا الشخص نفسه عالق في هالحياة. بقول لك أنا هيك عنده قاعدة، بتكون عنده قناعة مغلوطة في عقله، بقول لك أنا حياتي ما بتتغير إلا لما أسافر، أو أنا حياتي ما بتتغير إلا لما أروح على مدينة فلان أو أعيش. حتى تلاقيه يمكن يكون مسافر مثلا، يمكن يكون بالسويد، بكون بقنع نفسه مثلا، بقول لك أنا ما رح أكون سعيد إلا لما أعيش في مالمو أو أعيش في يوتوبوري أو في هلسنبوري، يكون يمكن عايش في البلد نفسه، او حتى يمكن يكون في مدينة ستوكهولم. اقول لك انا ما راح اكون سعيد الا لما اعيش في ريدينغو على سبيل المثال في منطقة معينة، او لما اتزوج فلانة. فبتلاقيه مقيد سعادته. في ناس مقيدة سعادتها، فبتلاقيه مهما يجي من شغلات ما بيشوفها ولا بحس فيها ولا بدركها، لانه هو عنده فكرة وقناعة قيدت الفكر تبعه، فبطل يحس بالاشياء الاخرى، بطل يحس بالنعم الاخرى، فوقفت حياته عند عمر معين، عند مكان معين، عند شخص معين. وللأسف هذول كثار متابعين بتابعوني صار لهم سنوات، 5 سنين و6 سنين و7 سنين. اللي بتلاقيها مرضيش تتجوز على سبب انها تسافر، واللي بتلاقيه مرضيش يفتح محل ولا يشتغل ولا يعمل او يستثمر أو يتعلم لغة أو يعمل أي شيء إلا لما يسافر. فضاعت سنوات عمره، لا سافر ولا تعلم شيء جديد ولا وفر مصاري، بل حرق أعصابه وحرق دمه في السنوات اللي هو قاعد بنتظر فيها يسافر أو ينتظر فيها يتزوج أو ينتظر فيها يغير. فالانتظار متعب يا إخوان الكرام. حاول خلي الانتظار يعني إنه هو بس عبارة عن حياة روتينية، وإنه أنت تعمل أشياء تانية تبعتك تبعت الحياة، تكمل وتكون عندك توكل على الله، انه انت بتاخذ بالاسباب. انا بدي اسافر مثلا على السويد، باخذ بالاسباب، بشتغل على ورق، بشتغل على نفسي، بشتغل على منح، بشتغل وامشي. فاذا رب العالمين سهلها ممكن رب العالمين مش مسهل لك يا اخي، ممكن انت تيجي تخسر اولادك، زوجتك، تخسر حالك.
ممكن ربنا ما مجهز لك اياها السنه هاي، ممكن بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه. يعني انا سافرت على النرويج، سافرت على رومانيا، وسافرت على بريطانيا، وسافرت هون وهون وهون، كان بالبدايه ربنا ما مسهل لي اني اجي على السويد. فاذا انا كنت مؤمن بالله ما بحزن، خلاص بعرف انه هاي ممكن ربنا، يمكن لو اجيت زمان يمكن كان انسجنت، كانت تورطت. اهلا وسهلا مخيم البقعه، حياك الله. نفرجيكم هالوردات هون، طبعا في ناس تيجي بتصف سياراتها هون زي ما انتم شايفين في الممر هذا في الطريق. احنا في قصر أورليكسدال في مدينة ستوكهولم. المنطقة تقع على الخط الأحمر من القطارات وعلى طريق باصات بيرمينغز هامرا في مدينة ستوكهولم. شوفوا لي هالوردات وهالترتيب. سبحان الله كيف عاملين، يعني هناك رسمين التاج شيء حلو كتير بالورد، ويا حلو وحظي حلو. شيء جميل ورائع جدا. شوارع، ممرات، طرق، والله مشتغلين شغل مو طبيعي. أشجار، أصناف وألوان مرتبينها، تنسيق، بحيرات وين ما تروح في نظام، في تنسيق، في أشياء كتير حلوة راح تشوفها في طريقك. شوف هالبحيرة هون الصغيرة، فكرتني مرة لما يسألوني عن شيء توقفت حياتي عن سنة معينة بس ما طالع شيء، لكن بعدين اكتشفت ذلك بعد سنتين. حبيبي أخوي محمد، والله هاي بتصير معنا، يعني مش إنه بس شخص معين، يعني لو لما الواحد صار يقرأ ويقرأ كتب ويفهم الحياة أكثر، كان حياتنا إحنا بار إنه إحنا ليش رب العالمين أمرنا في القراءة؟ لأنه إحنا مرات بنأخذ معلومة بس من مسلسل ومنضلنا عايشين عليها. يعني مثلا حضرنا فيلم همام في أمستردام، صارت العالم كلها تحلم تروح على هولندا من وراء مثلا الفيلم هذا. فرجوا لك كيف عامل النظافة وكيف الحياة وكيف انه غني، ودائما الافلام بتفرجيك العربي المهاجر بغنى خلال سنة او سنتين انطارت، بس ما بفرجوك انه في ناس بتقعد 20 سنة وبتظلها بمكانها، وفي ناس بتعاني، وفي ناس بتكتئب، وفي ناس بتمرض. فصار في مفهوم عند الشباب العربي انه انا اذا طلعت على أوروبا خلال سنة سنتين بحقق أحلامي. طب أوكي ممكن تحقق، بس بدها تعب وبدها دراسة وبدها اجتهاد. يعني أنت لو السنتين اللي تعبت فيهم في الغرب ودرست واجتهدت وعملتهم تقريبا في بلدك ما راح تطلع صح زي الغرب، بس راح تطلع أقل شيء 40-50%. يعني أنا لو الوقت اللي كنت مثلا أشتغل هنا 10 ساعات باليوم كنت أشتغل 10 ساعات بالأردن وأقرأ نفس القراءة اللي كنت أقرأها هون، أكيد رح يكون وضعي بالأردن، يعني كنت مثلا أخذ 300 ليرة يمكن أخذ 600 أو 700. بس هذا المفهوم مش وارد كتير، ممكن عند كتير من الشباب العربي بفكروا إنه الغرب يعني زي ما تقول زي الخلطة السحرية، إنه مين ما إجا مش عارفين إنه أكترنا اللي صار له 15 وصار له 14 وصار له 20 سنة حتى وصل للحالة اللي هو وصل فيها، وبعد ما جاهد وتعب وراكض وتحديات الإقامة وتحديات السكن وتحديات الأسرة وتحديات تربية الأطفال وتحديات وتحديات كثيرة مر فيها في حياته وصبر. وفي ناس ما صبرت، في ناس مرمية بسجون، في ناس اشتغلت بالمخدرات عشان تنجح، عشان انه تحكي لناس في بلدها انه هي والله عملت مصاري في الغرب. في نسبة من العالم اشتغلت بالسرقة، اشتغلت بالمخدرات، اشتغلت في الممنوعات عشان يصير معها مصاري في الدعارة في الطعرسة عشان يصير معها مصاري. مش يعني احنا الحياة في اوروبا لا تجعلك من نادرا ما تجعل من الاشخاص اغنياء. اوروبا ما بتجعل منك غني للأسف، هاي فكرة لازم تكون عارفينها. اوروبا اغلب المصاري فيها لانه فيها الضريبة 30% وبدك تدفع اجار الدار 50%، اجارات البيوت 8 الى 10 تلاف، وبدك تدفع من راتبك 30% ضريبة،
بضل لك منهم 20-30% توكر تشرب منهم، إلا إذا كنت أنت محامي، مهندس، طبيب، عامل عادي أنت ما رح تغنى، إلا إذا كنت أنت عزابي وعايش لي مع 4-5 توكلوا مع بعض فول وحمص وفلافل ويعني محصرين أنفسكم في أكلات معينة وطبخات معينة وما بتروحوش ولا مكان، يعني أنت عايشين بس توفروا. اليوم إجازة اليوم إجازة اليوم إجازة الحمد لله. أنا حضرت عدة دورات تنمية بشرية ساعدتني كتير، ممتاز أخوي محمد، رائع جدا، ضروري ضروري كل واحد فينا يحضر ويستفيد لنفسه. يعني فكر أنت مسؤول عن نفسك في هاي الحياة، أنت مسؤول عن سعادتك. يعني زي ما أنتم شايفين هذا الشارع امتداد إلى القصر، شارع جميل جدا، والناس قاعدين هون، اللي متمدد هون متمدد هناك، وصوت هالطيور طول الطريق، صوت الطيور. فلأنه الأفلام بتصور إنه الناس قاعدة بتطلع على الغرب وراها إيطاليا وراها فرنسا، وبفرجوك الفيلم خلال ساعة ساعة ونص إنه واحد تغيرت حياته أو واحد لقى له واحدة مليونيرة. هاي كنا زمان كتير وإحنا صغار يقول لك بدي أروح ممكن ألاقي لي، حتى في ناس صار يقول لك بدي أتجوز لواحدة ختيارة بس أورثها، وهاي كانت فكرة حتى انغرست في مفاهيمنا من وإحنا صغار، إنه اللي بروح على الغرب ممكن يلاقي له واحدة غنية تتبناه تتجوزه. فهاي صارت عندنا عند الشباب العربي كثير، واللي بقول لك بتروح لك على ديسكو بتتجوز لك واحدة وبتاخذ الإقامة. ففي دخلت فينا عندنا بعض المفاهيم للأسف، خلتنا إنه إحنا نفكر بالسفر للغرب وإنه هو يعني ممكن يكون سبب للخلاص، بس ما أعطتنا إنه في سنوات وفي تعب وفي مجهود وفي تعلم لغة وفي تربية أولاد وفي تحديات وفي عنصرية، كيف بدك تتغلب على هاي الأمور؟ ما وضحت لنا هاي المفاهيم. هناك محطة الباص، نفرجيكم محطة الباص. اهلا وسهلا، مخيم البقعة ومخيم الزرقاء ومخيم الوحدات، كل المخيمات. اللي بحب يجي بالباص، هاي الباص من هون، هلا شوي راح نسكر خلاص بكفي، نلحق نرد ننزل على البلد، نروح نصلي الظهر ونظبط امورنا ونشوف شو بصير معنا بعدين. طبعا المكان كبير، ظلك لسه ماشي لتحت ولفوق. هاي الباص 503، وهون زي ما تشوفوا حدائق، وين ما تروح بساتين، ظلك ماشي لتحت لاخر الشارع وين ما بدك. وانا بدي اروح على اليمين وظلني ماشي دغري عشان اتجه لمحطة القطارات. محطة القطارات في طريقها غابة بتمر منها، بعيدة من هون كيلو ونص، كيلو 600 متر تقريبا، في غابة، في أشجار حلوة، في طيور، في الطريق برضو جميل جدا جدا. بس نفرجيكم أنه طريق أنا مشيت منه الغابة، هاي غابة مش كبيرة كتير، بعدها بكمل بالشوارع والطرق العامة. هذا الشارع، الأشجار غريبة جدا، سبحان الله، يعني آية معجزة. الأشجار أنا بتوقع عمارها مئات السنين. التفافات مو طبيعية. هاي من هون الغابة بندخل ومنظلنا متجهين للمحطة، وهاي هون القصر هون. اللي بيعرف الاتجاهات رح يفهم، تمشي هيك وبتلف هيك وبتقول بودعك. إن شاء الله عجبكم البث ويوم سعيد. أي حد عنده أسئلة يكتب بالتعليقات، وإن شاء الله راح ننشره على اليوتيوب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم رائد.